صوت إخواني، صوت. إذا أخي المتتبع الكريم، سلام الله عليكم، تحية أخوكم حميد العقاوي، وهذه المرة من تركيا. أولا قبل ما نبدأ هذا البرنامج، هو زلزال في حد ذاته. قبل ما نهضروا أخي المتتبع، الزلزال اللي ضرب تركيا، وعزاؤنا إلى كل عائلات وللدولة والحكومة والشعب التركي، عزاؤنا إلى كل من تضامن مع الشعب التركي في هذه المحنة. الكل تعرف بأن الزلزال ديال تركيا خلف عشرات الآلاف ديال القتلى، فيما أن الخسائر لا تعد ولا تحصى. ولكن أخي الكريم، من بعد ما وصلت قناة شوف تيفي اللي هنايا، وحاولنا باش أننا نفجروا إخواني الحقيقة ديال الوضع ديال بناتنا اللي كما زالين تحت الركام. إخواني الكرام، للأسف الشديد اتصلت بنا مجموعة ديال الشريفات العفيفات من المقيمات هنايا، من نساء متزوجات، نساء اللي تنحترمهم وتنكل لهم كامل الاحترام، وتنقول لهم واصلوا رعاكم الله، انتم القدوه ديال الجاليه المغربيه هنا في تركيا. ولكن للاسف الشديد ان عصابات استغلت بناتنا، عصابه ديال التهجير ديال البشر، عصابه اللي حاولت بلا رحمه بلا شفقه، اللي فيها مغربيات ومغاربه وتركيين، عصابه اللي كتهز حتى الاسلحه الناريه وكتهدد بناتنا هنايا. شابة مغربية، طالبة مجازة، حتى هي ما غاديش تسلم من هاد العصابة. عصابة اللي ما بارطاجيتيش غادي يجي الدور ديال اختك واختي وبنتك وبنتي وبنت اي مسؤول. رحمة ببناتنا، غادي نحاولوا اليوم نفجروا هاد العصابة اللي كتجر في بناتنا. كنشوفوا بان مجموعة ديال الذئاب البشرية اللي كتستغل ولادنا عبر التهجير في قوارب الموت اللي عطى الآلاف ديال الضحايا في قوارب الموت نحو أوروبا، في حين أن البعض اختار الدولة ديال تركيا اللي خصك غير باسبور وتركب الطيارة وتجي. كيحاولوا باش أنهم يوهموا بناتنا بجنة النعيم، في حين أن تيتم الاحتجاز ديالهم. اليوم غادي نحاولوا بوجه مكشوف نتصلوا مع رئيس العصابة ورئيسات العصابة، اللي هما مجموعة ديال النساء المغربيات، لأنهم يخصهم يعرفوا بأن الأحكام تتراوح حتى العشرين عام. تجارة البشر هو أخطر من التجارة في الأسلحة، عفوا في المخدرات. التجارة في البشر هو أخطر نزيف اللي ولا كيتعرض له الشعب المغربي. وهذه رسالة للحكومة المغربية، ورسالة للبرلمان المغربي، ورسالة الدبلوماسية المغربية. عافاكم، فكوا بناتنا، عافاكم، اعتبروهم بناتكم. بنت مجازة غادي تبيعها بنت عمتها التركي، من بعد ما مسكينة كانت مواطنة مغربية امتحنت التعليم، عاونتنا مسكينة، عاونت وليداتنا، احتاجت عندها بنت عمتها وحاولت توهمها بأن غادي تجوج. ما نواتش بان حيت توصل هنا غادي يقول لها تركي انا شريتك ومن حقي
انني نعامل لك بحال العبده. الغريب في الامر انه بقى يحاول يستفزها ويستغلها بجميع الطرق. هذه الطالبه ماشي بحالها بحال البنات الاخرين اللي مساكن ليه هزوا الدقه وتعقدوا في حياتهم، وكاينين اللي ولاو انهم دخلوا في كآبه. مجموعه ديال النساء هنا اللي خدامين مع هذه العصابه صارعوا باش يديروا محطات في تيك توك وتيحاولوا يهاجموا اي وحده بغات تفضح. حنا براسنا ما استملناش، حتى حنا من بعد ما حاولنا باش نفجروا هذا المشكل صارعت الذئاب اخواني. وهاد المافيا باش انها تهاجم كل وحده خرجت وقالت عباد الله عتقونا، راه المئات ديال المغربيات محتاجين في الديور. الزلزال، بالنسبه للزلزال انا اتحدى شي واحد يقول لي العدد ديال المغربيات اللي ماتوا، لان هاد المافيا كانت تجيبهم وما كدوزهم لا القنصليه ولا السفاره، كانوا تيجيبوا لهم واحد وتيقولوا لهم هذا هو اللي الزواج هنا حسب الظاهر والدستور ديال تركيا. ساعه لقيناه نصاب، حتى هو شاري وحده بنتنا اللي عندها 17 سنه اغتصبها وما رحمهاش. اليوم بغيت اننا نضامنوا ونديروا يد في يد ونوقفوا هذا النزيف. زلزال اكثر من الزلزال الذي ضرب تركيا هو ان ضرب بناتنا في الشرف ديالهم وفي الاعراض ديالهم. حسبي الله ونعم الوكيل. شابه مغربيه مجازه اليوم غادي تقول نداء ديالها والحقيقه ديال اش وقع لها، حتى لقات راسها وسط عصابه محتجزه مسكينه هنايا، الى درجه ان التهديد بالسلاح الناري اصبح روتيني بالنسبه ضد بناتنا. فنحن كجاليه مغربيه نناشد كل خدام الدوله المغربيه، كل خدام الدوله تركيا بالاسراع باش توقف هذا النزيف. شابه مغربيه اللي غادي تحاول اخواني ربما غادي تقول تصاريح خطيره، وغادي نتصل حتى بالعصابه وغادي نوهمهم بانني عندي البنات للبيع، وغادي تسمعوا حقائق صادمه اخواني اللي غادي يقولوا اللي غادي تسمعوا اليوم من بعد ما غادي نتصل بالعصابه. حاولنا باش اننا نديروا برنامج مباشر الى درجه ان هذه العصابه بكثره السينيال وقف اللايف ثلاثه المرات وتنحاولوا. حاولنا نبدلوا المكان ونبدلوا حتى الويفي ونبدلوا حتى اخواني النمره ديال التليفون باش كنا مكونيكتين باش ان توصل هذه الرساله. انا عرفت راسي بانني حتى انا تنقول احمل الدوله التركيه كامل المسؤوليه في السلامه الجسديه ديالي، لان هذه مافيا كل شيء كان تيقول لي اربع عامين عندك راه الاسلحه هنا راه غادي يقتلوك، ولكن الى ما درتش يد بيد انا وياكم ربما اخي المتتبع الكريم غتكون اختك ولا مرتك ولا بنتك من اولى الضحايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. روتي اختي الله يعطيك الصبر شويه وتفضلي. سلام اختي العزيزه. لاباس؟ بخير؟ ما بخيرش، هي غير قلنا بخير تيقول لك لاباس غوري سوق مو لاباس. اختي بوجه بدعم بكل صراحه انت طالبه. نعم. حتى لاش قريتي؟ الاجازه. قلتي شوي عافاك، حتى لاش قريتي؟ الاجازه. شديتي الاجازه ديالك؟ نعم حصل على الاجازه. وخدمتي في المغرب وجات عندك اقرب نعم. الناس ليك بنت نعم. خالتك ولا بنت عمتك؟ بنت العم ديالي. وغادي تبيع؟ اكيد. تفضلي اختي الله يعطيك الستر، وحاولي ديري معايا يد في يد، لان مجموعه ديال خواتاتك راه محتاجين هنايا في هذه البلاد. تفضلي لالا. كي وقع لك تصدقتي هنا؟ كي وقع لك تلقيتي راسك وسط عصابه؟ خويا العقاوي انا ضحيه ديال هذه العصابه، هذه السماسره اللي باعوني ب 3000 دولار من تركي، وهموني بالزواج، وهموني انني غادي نعيش واحد الحياه اللي هي سعيده، وانني غادي نكمل الدراسه ديالي هنا ونشتغل، في حين بانني جيت لقيت كل شيء كذوب. وانا كناشد السلطات يساعدوني، انا هذه السيده هذه راني شاكيه بها في المغرب. كي وقع لك كنتي كتقراي بخير وعلى خير شديتي الاجازه ديالك، شنو كانت الامنيه ديالك؟ كان الامنيه ديالي نكون استاذه جامعيه. هذه الأمنية ديالي. ودابا الأمنية ديالي والأمنية ديال الأب ديالي والأم ديالي كلهم كانوا كيتمناوني نكون ناخذ شي منصب. شنو وقعت تقلبات حياتك؟ بسبب هذه السمسارة هذه. أنا ما كنتش نعرف. كنت على خير. كنت عايشة حياتي عادية بحالي بحال كاع البنات. نعم. حتى
حتى لواحد النهار اقترحت على العمة ديالي باش يخطبوني لواحد شخص تركي. هذه بنت عمتك؟ نعم بنت عمي. بنت عمك نعم بنت ما عمي. نويتيش؟ لا سوري، ما نويتيش بأن بنت عمك راها خدامة مع العصابة؟ لا ما نقولش نهائي، استمري اختي، ما كاينش كنتي خدامة ما كاينش. بخيط في شي مدينة في المغرب بلا ما تقولي، نعم مستعدة أنك تمشي إلى تستدعوك المصالح لا أكيد الدبلوماسية ولا أكيد القضائية المغربية ولا التركية، تمشي أكيد وتمشي. أكيد، أنا مستعدة وعندي جميع الدلائل. تفضلي، كنتي أكيد بخير وعلى خير، اتصلت معك بنت عمك، تفضلي نعم، استمري. اتصلت بالعمة ديالي، العمة ديالي يعني من خبرات الأب ديالي، فالأب ديالي إذا به يعني وافق بهذا الموضوع هذا. من بعد بدأت نتعرف على هذه السيدة هذه، تقريبا تنتكلم معاها لمدة أكثر من شهر. نعم فبدات تبعت لي الصور ديال هذا الشخص هذا، وقالت لي بانه شخص متدين ملتزم، وغادي يعيشني واحد الحياه اللي هي كريمه، يعني غادي يوفر لي شروط حياه كريمه. من بعد صافي جيت قالت لي غادي نبعث لك واحد المقدار مالي باش انني نصوب الوراق ديالي ديال الزواج ونصوب الباسبور ديالي. نعم فعلا بعثت لي دوك الفلوس عند الام ديالها، ما بعثتش لعندي انا، بعثت لي عند الام ديالها، قلت لي خديهم من عند الام ديالي، خديتهم من عندها، صوبت الوراق ديالي، صوبت الباسبور. فهي كانت هي داك الشيء داز دغيا، كل شيء بالزربه داز، هي كانت كتلح وهمتك عليا. بأن غتزوجي عن طاعة الله ورسوله، بعد تزوجي نعم صفتك صور، وهمتك بأن غتعيشي بخير. نعم أه؟ من بعد انا جيت لهنايا، استقبلوني في المطار بالورود، استقبلتني هي وهو، خدوا من عندي الوراق ديال الزواج اللي جبت، نعم خدوا من عندي الوراق. نعم من بعد درنا الاجراءات، بداوني فينا، درنا تحاليل، داو الوراق عند المترجم، يعني صافي قالوا لي راه الوراق ترجموا، صافي حطيناهم ما عند نويتش لا البلدية. عصابة لا والو، لا جيت تزوجي تستري راسك. هادشي ما نويتش. نعم صافي من بعد كنكتشف راسي انني ضحية، انه تم البيع ديالي لهذا الشخص التركي لمدة شهر مقابل 3000 دولار. لقيتي في الاخر بان بنت عمتك باعتك نعم ب 3 المليون، نعم نعم كيفاش اكتشفتي بان؟ قالها لك هو، نعم هو قالها لي. قال لك راني شريتك؟ نعم قالها لي، قال لي هاد السيدة هادي راها مشهورة في المنطقة ديالهم، هادشي اللي كدير لجميع الأتراك، تاخد من عندهم الفلوس وتجيب لهم هذه تبيع لهم بنت بسعر. عمتك، نعم قالوا نعم لي من بعد أنا ماشي ما هي الضحية الوحيدة، اسمح لي، أنا ماشي هي الضحية الوحيدة، جاو بنات قبل مني وجاو بنات من بعد مني، هادشي هذا ما اكتشفته حتى وصلت لتركيا. نعم استمر يا اختي. نعم يعني أنا ضحية، أنا كنشت السلطات بغيت يساعدوني، أنا داعية السيدة هذه، هادشي خصو يوقف. علاش انا بغيت نبان في اللايف؟ بغيت ما بغيتش بغيت هاد النزيف هذا يوقف. نعم البنات كيضيعوا يوميا، العشرات ديال البنات كيجيو، العشرات ديال البنات تيجيو في المطار، هنا العشرات. نعم العشرات تيجيو، تيتباعوا حتى هم ساكن دابا، كيتباعوا. وفين هم محتاجين دابا؟ العشرات كيجيو في المطار، العشرات ديال البنات تيجيو، كلهم بيوعين، كلهم بيوعين. قالوا لي من وزيد بعد ما شر هذه البنت جابتك لهنا انت كطالبة، اخي المتتبع الكريم رجاء بارطاجي، لان راه هذا الشيء غادي يوصل لاختك، لاختي، غادي يوصل حتى الازواج. انا ارفع القبعه لكل متزوجه هنا، انا لا اعمم، ولكن اللي خصكم تعرفوا اخي المتتبع بان بدون وقاحه هذه العصابه مجهزه مجموعه ديال البنات هنا عبر التيك توك اللي تهاجموا اي وحده نطبات انها تكشف الواقع. مازال غادي ندوز لكم لقطه اخلاق، غادي تهاجم اي كل الضحايا بوجه مكشوف عبر رابط في تيك توك، وغادي تقول لهم علاش كتقولوا للمغربيات ما تجيوش، لان كان عندها نصيب كتشدو هي من كل وحده جابتها السمساره، كتحاول تعطي الفلوس لكل وحده عندها تيك توك مشهوره، كتباش انهم يهاجموا كل وحده بغات تقول راه عصابه كتتجر في بناتنا في تركيا. طالبه جامعيه، تنتمنوا حتى اللباقه تكون عندكم والرساله تكون واضحه، كنتمنى البارطاج بواحد النطاق واسع باش توصل للمسؤولين. سيد سفير صاحب الجلاله.
أناشد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا نشكك سيد سفير في المجهودات الجبارة اللي راك تدير، لا نشكك في الثقة المولوية اللي دار فيك سيدنا، لا نشكك بأنك أنت الأب ديال كل هذه الجالية، ولكن الزلزال الذي ضرب شرف أبناؤنا كان أقوى من الزلزال الذي ضرب تركيا. ربما الزلزال الذي ضرب تركيا تنجب العالم كله الضامن الحمد لله مع هذه الدولة، وها نحن نتضامن ونتبادل حتى العزاء مع هذه الدولة. أناشدك سيد القنصل العام، أناشد الحكومة التركية بالتدخل، أناشد السلطات القضائية بالتدخل رحمة بشرف بناتنا، لأن المئات راهم محتجزين وما زال العاطي يعطي لما وقفنا شهد النازي. استمري، جيتي عوالة تجوجي وهموك، كديتي الوراق في المغرب وطلعتي لقيتي المافيا بالورد كتستناك في الباب ديال المطار، داوك المطار، شنو لقيتي؟ داكشي اللي قالت لك هو اللي لقيتي؟ في البداية كان كل شيء مزيان، باش أنني صدقت كان كل شيء مزيان، نعم كان كل شيء مزيان، يعني وفروا لي كل شيء، داو لي حوايج، داو لي ذهب، كل شيء. لكن من بعد الحفل ديال الزفاف اكتشفت أنه كل شيء كذوب، ما كاين لا عقد لا حتى شي حاجة. جابوا لي الشيخ على أساس أنه هو جابوا لك الإله. واحد قالوا لك هذا هو نعم القاضي، هذا هو نعم العدول. نعم قالوا لي ولدي. من بعد ملي بقيت كنطالب السيد التركي كنطالبو بالوراق ديال عقد الزواج، قال لي انا شريتك. قال لك شريت، نعم قال لي وانت انا شريتك. كمثقفة باش حسيتي نعم لقيت قال لك شريت؟ حسيت بالخذلان، حسيت بالخذلان، ما عمري ما تشمت في حياتي. باعوك شرفك شرفي وحياتك تباع ومستقبلك بأقل ثمن، بأقل ثمن. أقل ثمن. هادشي اللي ما عمري كنت كنتوقع أنه يصرى لي أنا. هادشي ما بغيتش يصرى البنات، ما بغيتش. كنوجه رسالة لجميع البنات المغربيات، لجميع أولياء الأمور، ما تثقوا في حتى شي، الثقة ما بقاتش، ما كايناش الثقة. اللي بغات تزوج يجي عندها راجل حتى اللي عندها يتزوج فيها. نعم دابا شنو درتي ملي بعد سخيتي راسك انك تبعتي؟ شنو درتي؟ الاجراءات اللي درتي وانت كمثقفه وبغيتي انك تفجري من بعد ما مشى شرفك ومشات حياتك ودخلتي في كآبه، شنو الاجراءات نعم القانونيه اللي درتي؟ أنا هنا الحمد لله كنت محامي، صوبت له ما وكالة. قلتيش بيعافاك. نعم أنا كنت محامي، صوبت له وكالة، هو اللي متكلف دابا بالدعوة ديالي، وقال لي أن الدعوة راه في المرحلة ديال التحقيق. في أنا مرحلة التحقيق وإلا مرحلة، شتينا نعم بارتاجيتو ربما غتوصل رسالة في نشوفوا، مرحلة غادي التحقيق. تتصلي مع ضحية أخرى نعم قالوا لي نفس العصابة اللي جابتك نعم جابت بنت صغيرة نفس عاوتاني أنا. دابا راها محتجزة أو لا معقول المصير ديالها، نعم نعم هتحاولي عندك التصلي نعم بها الله وخلاص. يعطيك الستر. ضحية أخرى في الريعان الشباب ديالها، بنت مازال صغيرة حتى هي غادي تلقى راسها باعوها الحمق. نعم باعوها المخت العقلي. شحال باش باعوك يا بنتي؟ 50,000 دولار 50,000 ليرة. ليرة هي مش حال مغربية؟ جوج نعم المليون ونص. صحيح جوابك. جاوبت. نعم رجعوا للضحية، ضحية أخرى، وتنتمنى أي بنت أنها تتصل بنا. الرقم ربما تحاولوا تواصلوا، لأن البعض راه عندهم الأرقام ديالنا، غادي نشوفوها بنتي ونرجع لك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. بنتي لاباس بخير؟ الحمد لله. شنو لالا اللي وقع؟ ربنا على المباشر عافاك، انت مغربيه قالوا لي حتى انت راكي جيتي هنا على اساس باش تجوزي، ساعه لقيتي راسك مبيوعه، لا انت لا شرفك لا حياتك، شنو عاودي لي عافاك حلي قلبك لخوتك المغاربه تفضلي. يعني كيف ما وقع للبنات كاملين وقع لي حتى انا، اللي كتلقاي يعني نفس الطريقه باش حتى هي جابوها واستغلوها تبلو عليها حتى انا وقع لي. شنو وقع لك انت؟ انا يعني هذه اللي جاتني يعني من العائله، بنت خالي. يعني في الاول ما عائلتي ما كانوش، يعني في الاول باش تقول لي ديك الفكره ديال الزواج هنايا، في الاول ما كنتش بغيت، حتى العائله ما بغاوش. نعم يعني ما كناش باغيين. من بعد ولات هي والام ديالها كتعيط، هاد البنت النيت هذه اللي هنايا كتعيط
كتعيط لينا كتبغي تقنعك بأي طريقة. المهم هي خصها تجيبك، هي خصها تاخد فلوسها. جيتي انت على اساس باش تزوجي هنايا تستري راسك؟ كيفاش عرفتي راسك؟ شنو الحاجه اللي قالت لك ولقيتي انا مخالفه؟ بنت قاعد الزواج؟ درتي قاعد الزواج حيت وصلتي هنا؟ لا ما درتوش. علاش؟ انا اصلا ممنوع، يعني شحال من حاجه، يعني داك الكاغط راه ممنوع، كتقول لك راه كلشي كاين، غتوصلي غديري اوراقك وغتعيشي واحد الحياه، يعني غديري اوراقك وغتقدي امورك وغتعيشي واحد الحياه اللي هي يعني بحال اي وحده تزوجات. نعم. اوراقك كلشي ديالك، فاش كتجي لهنايا كتلقى يعني ديك الهضره اللي قالت لك ماشي، ما كتلقاش داك الشيء اللي قالت لك هو اللي كاين. قال لك انت السيد اللي شرا، قال لك شريت. نعم اخويا. شحال شريت انت من عند هذا؟ 20,000 درهم. شحال 20؟ 2 بالمليون. اذا كاين دابا التسعيره عنده. انت شحال باش شريتي؟ 3 دولار. 3 بالمليون. انت شحال باش شريتي؟ 2 بالمليون ونص باش شريتي انت؟ ونجيب حاجه سلع قوي كل شنو فين البنات؟ البنت اللي ما عمرها ما تزوجت عندها ثمن، واللي مطلقة عندها ثمن، الكبيرة عندها ثمن، والصغيرة عندها ثمن، شنو فينهم؟ هادو مغربيات اللي تيبيعوا فيكم وتيشريو، كتعرفي شي وحدة فيهم إذا تسدعات الأجهزة الأمنية؟ أكيد كنعرف. نعم. تقولي لنا شكون هي؟ أكيد أخي المتتبع الكريم، وهذا نداء السلطات المحلية، نتوفر على الأرقام الهاتفية ديال هاد وعلى مجموعه ديال الضحايا. اش من محكمه فين درتي الدعوه في المغرب؟ اش من غير اش من جهه؟ مكناس. رساله للسيد الوكيل العام بمدينه مكناس والنزاهه اللي تنعرفوا عليه، رجاء السيد الوكيل العام الاسراع بهذا الاستعجال بهذه القضيه، لان هذه البنت هي ولات جالسه هنا بوضعيه غير قانونيه. الشرف ديالها مشى، قرايتها مشات، الاجازه مشات. هذه مجازة اللي بغيناها اننا نشوفوها مسؤولة، هذه مجازة اللي بغينا نشوفوها قرات مسكينة بنت المغرب العميق، هذه مجازة اللي استغلت من اقرب الناس اليها، استغلت من بنت عمتها، من بعد ما بنت عمتها جات لهنا ولقات راسها حتى هي مشرية، حتى هي تبعت، حاولت باش تنتقم من اقرب الناس ليها، وجابت بنت عمتها باعتها هنايا بجوج مليون ونص. كآبة دخلات فيها، ما يمكنش انا ما ندخلش كآبة. التجارة في البشر مسألة خطيرة جدا للأحكام، كتوصل حتى ل 20 عام ديال الحبس، وهذه رسالة لهذ العصابة، لأن تعرضنا للتهديد ونحن تنحاولوا نديروا التحقيق، تعرضنا للمنع ونحن تنحاولوا نديروا التحقيق من طرف هجوم عبر وسائل التيك توك. أقول لكل من هاجم هذا أو لا هاجمنا بأننا كسلطة رابعة والله لن نقف حتى أننا نوقف هذا النزيف ديال الاستغلال ديال بناتنا بهذه الطريقة. تنتمنى كل واحد يعتبرها بنته، وتنتمنى حتى التعاليق ديالكم أنها تكون كلها باقة. شنو هي رسالتك؟ شنا ولادنا ولاو تياكلهم الحوت في البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط، ها حنا شنا الشرف ديال بناتنا ولا تيدير جوج بالمليون هنا؟ غتقول لي علاش جات؟ حتى واحد ما تيهرب من دار العبس. غادي تقول لي اش دات تزوج نصراني؟ شنا العزوف وشنا الطلاق والاحصائيات المخيفه اللي في المغرب ديال الطلاق، هو اللي خلى كل وحده كتحاول باش تهاجر باش تعاون تتعاون والديها. بنت المغرب العميق، بنت فلاح بسيط، قالت غادي نجي نتزوج ونكمل قرايتي هنا، وكان قال لها غادي يوظفها هنا ويدخلها المؤسسات، ولكن في الحقيقه ما كاين والو. سلام اختي. الو كملي اختي الرساله بغيت تقولي ونعاود نرجع نكمل عندكم. اش قلت لحي خوتك المغاربه شنو وقع وشنو كيوقع وشكون هما الحالات اللي شفتي هنا؟ شفت بزاف ديال الحالات، يعني بزاف، يعني واحد تصدمت انا فاش جيت لهنايا. نعم. واحد الواقع. نعم كملي اختي. ما يشرفناش هادشي حنايا مغاربه، يعني واحد الواقع مغربي تصدمت انايا فاش كتلقى كبيرة كتلقى صغيرة كتلقى المطلقة وجاية كتلقى
نعم خويا، كيفاش درتي انت حتى هربتي من هاد العصابة؟ الو، كيف درتي انت حتى فلتي من هاد العصابة؟ هادي يعني بنت عائلتي ودارت لي الحركة، بنت عائلتي وما رحمتنيش، بنت عائلتك وما رحمتك. يعني بنت خالي ما جاتنيش، غير انا جات بزاف ديال البنات قبل مني ومورايا. حتى هما مساكين، وشنو المصير ديالهم دابا؟ كاينه دابا اللي مازال محتاجه، مازالين شادينها. لا وقال الجوج كتقول لك اجي لهنايا، غديري كاريتك، غديري وراقك، غديري كل شيء، راه كل شيء سهل، كتقول لك كل شيء سهل، ماشي بحال هنايا في المغرب كيطلعوك ويهبطوك على واقع، كيقول لك كل شيء سهل هنا، كتوهمك بلي هنايا راه واحد الرفاهيه، واحد الجنه و... يعني عالم في الشكل، فاش كتجي كتلقى داك الشيء اللي قالت لك لا علاقه، لا علاقه بداك الشيء اللي كاين الواقع ديال هنايا. إلا اتصلتي، إلا تلاقيتي مع شي مسؤول، شنو بغيتي تقولي له وانت من الضحايا اللي مشى لك الشرف ديالك بجوج ديال المليون ولقيتي راسك في وسط عصابة؟ كاميرا شوية بغيت يعني أي وحدة، أي وحدة تعرضت لهذا الشيء، وأي وحدة بغي يعني أي وحدة تاخذ حقها، لا هنايا لا في المغرب، يعني دخلوا السلطات ويوقفوا هذا الشيء، هذا الشيء راه بزاف، يعني راه هذا الشيء كان وباقي ومازال غيزيد، الى ما وقفوش هذا الشيء ويهضروا ويديروا شي حل لهاد البنات، اي وحده يعني ياخذ لها حقها، راه يعني راه هذا الشيء راه بزاف. نعم يعني يوقف هذا الشيء. شفت بان كاين واحد الحرب في تيك توك هنا على اي وحده بغات تفجر هذا الشيء، واش هاد العصابه عندها علاقه ودارت حتى لوبي في هذا العالم الازرق؟ نعم اخويا، واش عندهم نفوذ هاد الناس الى درجه ان اللي هضرات كتهاجم في تيك توك ويحاولوا يهاجموا؟ صراحة ما عرفتش، ولكن يقدر يكون هاد الشيء. يكون. شكرا لالا، وشكرا، الله يحفظك، وتنتمناو ان توصل الرساله ديالك. بحال هاد الاخت هادي اللي هاد جوج البنات اللي دواو، كنتمنى حتى هما ياخذوا حقهم ان شاء الله، لا هنايا ولا في المغرب، وهذا الشيء يوقف، الا ما هضرناش كاملين والى سكتات هادي وهادي وهادي، راه هذا الشيء راه غيزيد وغيزيد وغي يعني غيزيدوا الضحايا وحدين اخرين بحال اللي وقع لي انا، ما بغيتش وحده اخرى يوقع لها. نعم، وكي درتي انت تهربتي من هاد العصابه؟ ولا مازال تحت الضغط؟ مازال. واش انت دابا انت هاد المعاناه عشتيها ومازال دابا دابا انت براسك حاسه براسك مبيوعه وكل شيء ومستسلمه؟ ما عندي اخويا ما ندير، مستسلمه. واو، يعني كنتمنى يعني هاد الشيء يتوقف، انا اللي وقع لي ما بغيتش يوقع لشي وحده اخرى. شحال بالك دابا تيقول لك شريتك؟ كي تحسي حيت تيقول لك شريتك؟ الله اللي عندي وصافي، راه يعني هذا الشيء اللي وقع لي انا صافي راه وقع لي، ولكن وحده اخرى ما بغيتش يوقع لها، كنتمنى من السلطات يدخلوا ويوقفوا هذا الشيء. هذا حسبي الله ونعم الوكيل اختي، شكرا، وصلت الرساله ديالك. ما كاينش غير انا، راه كاين بزاف ديال البنات. واو، نشوف الاخت الكريمه، شكرا لك، نشوف الاخت. السلام عليكم. وعليكم السلام. بنتي لاباس بخير؟ كنقولوا الحمد لله. اختي غتحاولي تحلي قلبك للمغاربه، شحال باش تبعتي انت؟ شحال باش باعت؟ انا باعتني هذه العصابه ب 50,000 ليره. انت 50,000 ليره. كنتي خدامه في شركه مدينه الدار البيضاء، شركه الخياطه. ايه. كي دارت هذه العصابه حتى ولات تستغل عاود هذه الخدامات ديال شركه الكابلاج وديال الشركات ديال الخياطه وتيحاولوا يجيبوهم هنا يبيعوهم. انت مثل من المئات ديال الحالات. تفضل. انا عرفتني بهاد السمساره اللي كاينه هنايا، عرفتني بها واحد البنت كانت خدام معايا في الشركه. واش نفس العصابه اللي جابت هذه هي نفس العصابه اللي جابت ولا عصابه؟ لا لا، هذه عصابه واحده اخرى. مغربيات، كاين فيها مغربيات. هي مغربيه من نواحي ديال مزاب، هي مزابيه. مزابيه. ماشي كازاويه، هي مزابيه. حاشا تكون انت مزابيه وتنعرفوا الناس ديال المزاب. هذه راه بنت الكلاب ماشي مزابيه، والاسم ديالها
الاسم ديالها سميتها حياة. حياة حياة اه فرشوها النيت، يلا هي الشروطات تدخل. هي، حيت مني مشيت تزوجتني ومشيت عندها وقلت لها ساعديني وخرجيني من هاد الناس، راك زوجتيني بواحد مفطي. قالت لي سكتي ولا غنفشي لك راسك في الشرجم. غادي نجيبو هادي، شنو وقع لها؟ هادي قالوا لها غادي تزوجي موظف ديال الدولة، غتزوجي مسؤول في البلدية ديال بلدي تركيا. ايه ملي غادي تجي غتلقى راسها مجوجة حمق، وغتحل قلبها وغتشوف وتصور ان اختك غادي تتزوج، وغادي تديها وحده اللي غادي توهمها وغتجمع اوراقها، ما نواتش بان حيت وتيوجدوا هذا الشيء، موجدين الورد، موجدين كل شيء، تيستقبلوك في المطار باش ما تغوت ما والو، حتى وصلوها، غادي يوصلوها غادي يلقاوها مجوجه حمق، ب2.5 مليون حمق، غادي يفقد البكره ديال بنتنا، وغادي يغتصب بنتنا، وغادي يبقى يقول لها بعد انا شريتك. امه براسها عارفه ولدها احمق، ما كاين لا بلديه لا مسؤول لا والو. هنا اخي المتتبع الكريم، حتى هاد البنت من نهار هربت بجوج، دابا هادو بجوج راهم هاربين من العصابه، راه هاربين، خصكم تحسوا بيهم خوتي المغاربه، راه اعتبرها اختك، راه عندنا خواتاتنا مغربين، عندنا عائلتنا مغربه، راه عندك انت عائلتك مغربه، فتنتمنى ان شاء الله تصنتوا لهذه البنت وتكون التعاليق ديالكم ترفع المعنويات، ماشي ان تزعم هذا اللوبي وهذه الفاسدات اللي تيستغلوا بلادنا. تحيه دائما للشريفات، ولن نتراجع، اقسم لكم بالله اننا لن نتراجع حتى اننا نوقف كما يقول المثل المغربي البيطه في الطاس، لان ما وقع هنايا زلزال اعنف مما وقع بالنسبه للخسائر هنايا في تركيا، زلزال زلزال العواطف والمشاعر ديال بلادنا. تنتمنى الله يعطيكم الستر، كل شيء بارطاجي، واللي ما بارطاجاش حتى واحد ما يتيق بالزمان، مجازى وعامله، ومازال العاطي غادي يعطي، ومازال غادي نتصل برئيسات العصابه، نتمنى وتجاوبنا، وغادي نتصلوا حتى بالتركي اللي هو في الكواليس، طلب لي انا، قلت له بان عندي 5 البنات، قال لي نشريهم منك بمليون الوحده. مازال غنتصل به. تفضلي اختي، احكي من الاول حتى الاخر. تفضلي. انا تعرفت على هاد البنت، كانت كتخدم معايا، قالت لي شوف يا سعيده واش بغيتي تمشي لبرا. قلت لها اه بغيت نمشي على اساس خدمه، وهي تقول لي شوفي راه ما كايناش الخدمه، هاد السيده اللي كنعرفها انا راه غير كتزوج البنات. قلت لها لا انا بغيت نمشي لبرا على اساس خدمه ونعاون والديا، وعندي با ما فحالوش كيخدم غير حمال في درب عمر، وعندي امي غير ربات بيت، وحنا 5 الخوت ما بحالناش، بغيت نعاونهم، بغيت نمشي لبرا باش نعاونهم. وهي تقول لي لا هذا راه ما كيخدموش غير هاد السيده كتزوج. قلت معليش مشي انت انا نتزوج، وثقت فيها حتى هي جات هنا وتزوجات، وكتهضر معايا ابي الفيديو في الواتساب، كتقول لي انت شوفي انا عايشه سعاده، وراجلي شرى لي الذهب وداروا لي العرس، وجيت دويت مع السيده السمطاره، وقالت لي صيفط لي التصاور ديالك، وصيفط لها تصاوري وشافتني وشافت لي السيد، وانا مني شافت لي السيد قلت لها صيفط لي تصويرتو، صيفطت لي تصويرتو على اساس كيبان مزيان في الصوره، ومني طلبت منه واحد النهار دي لي ابي الفيديو انا وياه باش يشوفني ونشوفه، دارت لي ابي الفيديو، ومني شفته نهار شفته كيبان في التصويره بشكل عادي طبيعي واحد الانسان لا شي، تقول لي هذا هو الراجل، ونهار دويت مع ابي الفيديو قلت لها هذا احمق، قالت لي لا ما احمق ما والو، قلت لها هذا السيد راه احمق، قالت لي باش عرفتي؟ قلت لها على اساس مني جدوى معايا كان واقف وتلح على ركابي جلس في الارض والصمت محيده ليه من السروال، قلت لها احمق، قالت لي لا ما احمق ما والو، كون كان احمق كاع ما يجي يحسب لي الفلوس بيدو، قالت لي قدامي يحسب الفلوس للسمساره، قالت لي كون كان احمق ما يجيش يحسب لي الفلوس قدامي. صافي معليش قلت واخا ماشي مشكل نمشي، وراتني الوراق كيفاش نجمعهم، وجمعت الوراق ديري ابوستيل وسيري من هنا وجي من هنا وسيري العماله، ملي جمعت لها الوراق كاملين قالت لي سيري الكوميسيري يعطوك باللي ما عندكش زعما سوابق في الحبس، حتى هي درتها عطاوني ورقه وجبتها من الكوميسيريه بلي ما عمري تشديت، ملي درتها قالت لي سيري تاهي ديري لها ابوستيل، تاهي درت لها ابوستيل، قالت لي سيري للسبيطار ديري ورقه باللي ما عندك تمارات، تاهي درتها وقالت لي سيري ديري لها ابوستيل، هادشي كامل خسرته من عندي، ما صيفطت لي هي حتى شي ريال. وهي هذيك ملي جيت صيفطت لي البي، جيت انا نهار 27 في شهر واحد، شحال هذه باش جيتي انت؟ جيت 27 في شهر واحد، هذا الشهر، هذا الشهر واحد اللي داز، مازال الحنه ديال العرايسات في، مازال الحنه، مازال ما فرعتش، وبغيت اي واحد يحس،
وريهم الحنه. نعم. بغيت اي واحد يحس كل مغربيه وكل وحده كتتمنى غير بين يديك، كل وحده كتتمنى فوقاش انها تحني لبنتها، كل واحد يتمنى ان بنته يشوفها عروسه. ولكن للاسف الشديد الحنه مازال في يديها وغتكتشف بانها طاحت في يد احمق. تفضل. مني صيفطت لي البي وصلت هنايا للمطار عيطت ليها قلت لها اختي راني وصلت، طلبت واحد الناس عطاوني الكونيكسيون الويفي وقلت لها راني وصلت، قالت لي راني كنتسناك في المطار صبيحه. مني خرجت لقيت السمساره وراجلها والاب مغربيه عندك النمره ديالها؟ عندي النمره ديالها. عطيني نتصل بها دابا نشوفوا نشوفوا يا اخواني فيها الكاميرا ما عارفك شفتك فاش نشوف معايا لان غادي نتصلوا برئيسه العصابه وغادي نعطيوها بوجه مكشوف. يلا يا اخوان مزيان عيش انت عارف اش راه مزيان الميكرو عندي هنا غادي ما تقدرش تجاوبني من النمرات غتجاوبني ما عرفتش هي النمرتي انا هاد النمره درتها جديده. غادي نتصلوا برئيسه العصابه ما بين العصابات وغادي نوهمها بان بغيت بنتي. الو الو لا لا لاباس عليك معاك هادي خير هانية الحمد لله كلشي بخير اخواني الاشارة راه الله يفحدها الحمد لله راه الله يفحدها ولا درجة تعاود ولا درجة تعاود. الو اختي بخير هانية الحمد لله شكون معايا؟ راه واحد بنت خالتي عافاك بغا غير تجي تما لتركيا. عفوا واحد بنت خالتي بغات تجي لتركيا. غير عافاك الا كاين شي حل الله يعطيك الصبر. كيفاش الحل انا محامي طفي اللايف اللي حداك وجاوبيني نقصي اللايف ماشي اللايف ماشي اللايف اخويا انا غادا في الطريق. سمعي نهضر معاك انا راه كتلعبي بالعافيه وراه كيعلم مباشر وعندي ضحيه ديالك. مرحبا عندك ضحيه هي تهضر معاك هضري معاها. مرحبا هضري معاها هاد البنت فاش من علاقه بينك وبينها ولا قطعتي تحملي مسؤوليتك. مشيت عندك قلت لها ساعديني بركات كتعير فيا بالهضره من الحزام ولتحت وبغات تضربني قلت لها زعما ساعديني راك زوجتيني بحماق وما بغاش تساعدني. هاد البنت قلتي لها بانها غتزوجيها بواحد موظف الدوله وصدقتي زوجتيها بحماق. انا ما كنتزوج حتى حد كنمشي انا المحامي كنتزوج. هي ما عرفتش هذيك الدري اصلا ما كتعرفينيش راه عندي تسجيلات ديالك وعندي كل شيء الادله ديالك ومني جيت قلتي لي السيد خدام في البلديه وما خدام ما والو لقيته حماق وعندي قطعات قطعات. هذه رئيسه عصابه سميتها تولية حياة نعاود رئيسة العصابة هنا غتواجه مع الضحية اللي باعتها بجوج بالمليون ونص. هضري معاها لالا ودافعي على حقك راك على المباشر. كاميرا ما تحرك معايا الله يعطيك الصبر. نعم مزيان زعما شد ليا مزيان. رئيسة العصابة اخواني سيد سفير صاحب الجلالة اناشدك. انا قلت لها غادي ندعيك قالت لي سيري ادعيني انا ما خايفاش منك قالت لي ديري اللي في جهدك. شحال باش تبعت كاد لهاد المراه؟ 50000 ليره. رئيسة العصابة وحدة في الرئيسات ديال العصابة اعطيني رئيسة العصابة انت اللي جاتك. اذا بارطاجيو مع فهمتوما الدراري راه اختك مازال جاتها النوبة. الشرف ديال بناتنا تيتباع عباد الله يا عالم. عندك تقولوا هاد البنات راه كيكذبوا شفتوا كلشي بعينيكم هادي راه السمساره دويت معاها وقطعت عليا حتى عرفت راسها شنو دارت. حمق لاش بعتك انت؟ حمق. هزي الميكرو شنو وقع لك انت مع هاد الحمق؟ انا من مشيت انا هربت على 10 ايام باش هربت 10 ايام هربتي قلت لهم دوني عندها على اساس باش تساعدني تخرجني من عنده بركات كتعاير فيا قالت لي شوفوا رئيسه عصابه اخرى غادي نوقفكم على حدكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لاله جمعه بخير عليك. بخير الحمد لله شكون معاك؟ فين هاد الغبوره لاله جمعه؟ وحيا ما كنعرفكش شكون معايا. ما كتعرفينيش وحده كتعرفيها مزيان. وانا عرفتيني؟ الو عرفتيني انا؟ عرفتيني يا السمساره عرفتيني؟ راكي معانا دابا على المباشر. عارف شنو كتقولي على فمك؟ هضري معاها انت متهمه ان بعتي هاد البنت بجوج بالمليون ونص رئيسه عصابه اخرى غادي تقطع بها 10 البنات. هادي بعت 10 ديال البنات يا عالم الا ما تحركش الضمير ديال شي مسؤول خوي داك الكرسي احسن لك. عاودي اتصلي بها
رئيسة عصابة أخرى تتباعش باعت 10 ديال البنات. أعطيني شي نمرة. دوزي هذه مرة أخرى. هذه مستاصرة عباد الله بعت هذه. دي مجرمة هذه. وهنا غادي ما غاديش تجاوز. الو دوزات لي بركابي. الو 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 كيمسيم سمسم دوز لي الباترون اللي حداك. بارون ترتاح. دوزات لي جمعه دوز لي جمعه. دوزات لي جمعه دوز لي جمعه. ثانك يو سي. جمعه دوز لي جمعه من فضلك. يوخ جمعه بابا عيش ماتي. جمعه كدوز لنا الشريك ديالها وكتدير لنا هو اللي تيدبر هنا على الرجال وجمعه هي اللي كتجيب البنات ولكن باش توصل بها الواقع. هذا السمسار تركي خدام في البازار تيبيع اتاي. كيجيو عنده رجال البازار كيجيو عنده رجال البازار كيعرض عليهم الصور ديال البنات وكي تما كتتم الصفقه وتيبيع لهم البنات المغربيات. ما تعرفش مسكينه تركيا. الو تركيا جمعه من فضلك. انا بدي احكي مع جمعه. تمام بدي احكي مع جمعه. خاف رئيس العصابه تيقطع عليا لانه هو عنده بازار وتيحاول هنا باش انا بدي يجمع بناتنا من هنا. اخي المتتبع كلشي وقفوا هاد الناس. انا عندي لا رجوليه في شي واحد انه حتى كومونتير يديرو طايح بارطاجيو بواحد النطاق واسع. شنو هادي؟ عصابه. هذه البنت اللي عرفتني في السمساره. نشوفوا عاود. هذه ملي خرجت انا من عند الدار من هنا سميتها فتيحه. قول لهم هي بكم قربات. هنا فتيحه كتقطع. فتيحه هنا كتقطع لان دابا اتصالات هاتفيه ما بين العصابه لان عصابات الى درجه ان البعض فيهم مسلح. الراجل هو اللي غادي تجاوبي وحده هضرات في التيك توك عليك انت. هذا برنامج عائلي برنامج اخواني اللي خصنا نبدا نفجروه حفاظا على الشرف ديال امك وامي واختك واختي. دوزي ديال هذاك سمع التيك توك شنو غادي نقولوا من بعد ما هذه البنيه هذه انتجأت السلطات باش دير دعوه قضائيه لمازال الحنه ديال العصر في فيها. مزيان تبقى تقول ما تجيوش لتركيا ما تجيوش بالاطراف اللي جات لتركيا كتعذب جات لتركيا كتمحن وانت براسك علاش جايه ديري في تركيا؟ انت اساسا علاش جايه ديري في تركيا اللي كتقولي البنادم ما يجيش؟ انت جايه بلا مجوجه بلا وراق باغا تبركي معاه بلا وراق باغا تبركي معاه بلا حق والاخرين مالو؟ ودوا في راسكم شويه راكم فضحتونا شوهتونا فضحتونا شوهتونا باش عرفتوا كلشي بارك بلا وراقي كلشي معذب كلشي محن عشت هذاك شو كتير في كل شيء انتو كتهضروا كل شيء كتهضروا ما تصرفتوش ولادكم ما ديروش انت واحد الا لما بزات عليك انت واحد مضربكم على يديكم وقال لكم اجيو تجوجوا انتوما اللي جيتوا تجوجوا اطراك حيدوكم من بيران حيدوكم كنتو بيرات صدقتوا بدوركم صدقتوا بولادكم صدقتوا عندكم التاويل اش بغيتوا وعيتوا اخت عينا بيكم عينا ما سمعوا ساكتين اختي احنا عندنا وراقينا احنا عندنا كواغطنا مكوغطين فهمتيها ما تبقاش نتوما عند اللي جات من الزنقه سخن على راسها وما عندها حتى حاجه كتجي هنا كتبرك في معشوشه وكتبرك في غار وكتقول الحمد لله انا راني مستوره وبال. هلا حنا جايبيننا من الزنقه اختي باش تقولي من الزنقه هنا حيت انت جايبينك من البيران من الزنقه شابه. هذه شابه مغربيه كتقولوا هادي يقولوا هاد الناس بان هاد العصابه دايره مجموعه ديال الخيوط في التيك توك اللي كيحاولوا يزعموا البنات يوهموهم بان الوضع حنا بخير. هنا شنو بغيت تقول لهاد السيده؟ هاد السيده كتقول جايبيننا من الزنقه ومن البيران حنا راه بنات ديورنا ومحترمين الا كانوا انت جايبينك من الزنقه ومن البيران محيدينك من البيران ومن القاهره وجيتي على اساس باش تزوجي هنايا جيتي في ايامات ملي كاين العقد. اما حنا راه ضحكوا علينا وقلنا كاين العقد وما كاين لا عقد لا والو. العقد راه ممنوع مغربيه تزوج بتركي هنايا راه ممنوع 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 مغربيه دير العقد مع تركي هنايا. انت الا كنتي دايره العقد ومصوبه الوراق هنا راه جيتي في ايامات ملي كان العقد
اما دابا ما تبقاوش توهموا بنات عباد الله وتقول لا كاين وكاين وكاين، راه حتى شي حاجه ما كاينه من هذا الشيء. شحال بعمرك يا بنتي؟ انا عندي 26. 26 عام. فاش كنتي خدامه؟ كنت خدامه في الخياطه. كي دارت هاد العصابه تعرفاتك؟ عرفتني بهم هاد الفاتحه، هي جات قبل مني، جات بشهر 12. جات بشهر 12؟ شحال دوزتي في تركيا؟ دابا هاد الفاتحه اللي صونينا دابا وقطعنا شي راه معقداش، يلا جات في المونديال شهر 12. هاد الشيء غير في هاد المونديال؟ هاد المونديال هذا طلعوا اربعة البنات. حنا من الكراكي والعطاءات الاسود وما شلناش لا بو ادم. بيا انا باش طلعوا اربعة البنات دابا. اربعة؟ وحده عندها 17 عام تاهي مازال معاقده، وهاد فاتحه هادي تاهي مازال معاقده. معاقدينش؟ معاقدينش. اخي المتتبع الكريم اللي بغيت هو ان حيت وصلنا انا والزميل جليل الحدود تركيا مع سوريا، لقينا مجموعه اللي راهم ماتوا مسافرين. انا اتحدى شي جهه تقول لي شحال من مغربيين، لان هاد العصابات يمنعوهم ولو تيهددوهم باش ما يقربوش للقنصليه ولا للسفاره. مشيتي للسفاره حيت جيتي؟ لا مازال. مشيتي للقنصليه؟ لا. مشيتي للسفاره حيت يلاه جيتي؟ لا. مشيتي للقنصليه؟ اذا العدد ما مسجلش، كيجيبوهم تيديوهم ها هما ماتوا، دابا ما عرفناش حتى العدد. مشينا للسفاره او للقنصليه تيقول لك ما تيجيوش عندنا باش يتسجلوا باش نعرفوا حتى الاحصائيات ديال القتله، لان هذه عصابه اخواني اللي كاينه في العالم الافتراضي وكاينه في الواقع، اللي لا هم لها الا البيع ديال بناتنا. راه الا ما تحركناش فينا الانسانيه راه 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 حسبي الله ونعم الوكيل. راه الا ما بارطاجيتيش هذا الفيديو باش انه خصو يوصل لكل خدام الدوله راه حسبي الله ونعم الوكيل. راه الا ما رحمتيش هاد البنت اللي مازال شابه صغيره مسكينه ما عرفاش حتى شي طرا في الشارع، ما عرفاش واش انا تركي، ما بغاش تجاوب معنا، ما عرفاش شنتي شنو، ولكن لقات راسها في حمق. جيتي دخلتي للدار اكتشفتي حمق. عشتي معاه؟ عشت معاه غير خمس ايام وانا نعرفه حمق. من اول ليله انا دخلت لدارهم وجيت عندهم كنت تقرب من السيد كيشدني كيدفعني هو. وعيطت للناس اللي كنعرف كاينين هنا مجوجه، هاد فاتحه نيت هادي اللي باقا بلا عقد، راجله امام هو اللي كيجي يقرا علينا الفاتحه. قالوا لي هذاك اللي تيقرا عليكم الفاتحه شي بواحده 17 عام. لا هذه كبيره فاتحه شي واحده غير كاين لها 17 عام ماشي هادي. لا ماشي هادي واحده اخرى. هادي دابا مرت. عيطت ليها فاتحه وقلت لها شوفي اختي حياتي شوفي اش دارت لي، راه جوجتني بواحد حمق، واخا نكون كنعس في الزنقه وما تزوجنيش بواحد حمق. قلت لها انا بغيتو يكون غير يطلب الخبز ويجي عندي، المهم ما يكونش بحال هذا. شوف اختي اش كيدير، كيدير واحد الحركات بشكل، انا كنحاول نتقرب منه كيشدني كيدفعني وانا نعيط للدريه. قلت لها اختي غندير انا وياك ابي الفيديو شوفي هذا السيد راه مريض. مشيت انا عنده تقربت منه ويشدني ويلوحني وما كيعرف حتى شي حاجه، مو با عارفينه مريض على اساس كل ما كانوش عارفينه مريض ما يشريوش لي طابليط ويديروا لي دوك الفيديوهات ديال السكس. تيجيبوا فيديوهات عطاوني طابليط فيه السكس وقالوا لي يا عمتي الا ما كانش ولدنا قرب لك وريه هاد الطابليط يشوف الفيديوهات زعما ويعمل لك. هو السيد ملي وريته داك الشيء خطف لي طابليط وضربني، انا ملي ضربني حتى انا ضربته، هو يخرج عند مو قال لها راه ضربتني، قلت لها راه حتى هو ضربني داك الشيء حتى انا ضربته. ما قاتني ما قرب لي ما والو، قلت مدوني على السمساره ودرت لي فيديوهات عريان وكيفاش كيدير الحركات وما كينعش بالليل كيبقى يشوف غير في السقف وكيحل عليا الباب وبقى يطول في المراه، وهداك الشيء وريته لوالدي. وشي ما عرفتش بلا صدق هنا ولا فين تربي؟ ما عرفتش انا ما كنتش في اسطنبول. انا ما كنتش في اسطنبول، انا كنت في واحد البلاد سميتها قونيا. دابا اذا هاد العصابه كاينه في كل بلاصه. كاينه في كل بلاصه هنايا. كل وحده فين كاينه. صافي هادي قلت لهم وريتيني دي فيديو اللي مخلين. وريتك الفيديوهات. كاين دي فيديو اللي راه محتفظه بهم هاد السيده، ان السيد اللي قالوا لها موظف كبير في الدوله وهي جايه على اساس ان بنت صغيره للعمر ديالها مازال في الشباب ديالها غادي تنوي بان غتزوج موظف كبير في الدوله غتلقى حمق. اخواني انها وراتني دي فيديو، والله العلي العظيم والله العلي العظيم، واخا يكون قلبك من الحجر حتى تحن على هذه البنت. راه ما تنستقبلش بنات البائعات الهوى، راه مستقبل دابا مجازى يا عباد الله، راه مستقبل عامله مسكينه اللي راه ان للاسف الشديد ما يمكنش تبين وجهها، بنيه صغيره اللي اعتبرها بنتك،
بنيه صغيره اخواني اللي تنعرفوا بان الامثال ديالها راهم تحت الحطام، نبهوا النداء الله سبحانه وتعالى وخلوا وليدات بلا حتى ورقه. تصور اش تيديروا هذا، تيحاولوا بالزربه باش ان المراه تحمل، وتيعرفوا الام المغربيه بان ما عمرها تخلى على ولادها. شنو كيديروا لهم بالنسبه لها؟ شنو انا مني جيت عندهم قالت لي بغينا زعما بيبي، قلت لامو انا كيفاش غادي نجيب لك هذا البيبي وولدك ما عمرو قرب ليا ولا دار ليا شي حاجه، كيفاش غادي نجيب لك هذا البيبي؟ واحد النهار شدتني امو قالت لي واش انت وفلان ولدها سميتو دريس، قالت لي واش انت ودريس يعني في الفراش؟ قلت لها لا راه ما عمرو قرب ليا. وبقيت كل نهار كيعيروا بنت، انا بلا ما نبقى نقول لهم المشاكل ما عمرو قرب ليا ولا دار معايا، نط واحد النهار وضربت صبعي من العروسه بالحنه ديالها باش انها تهرب باش ما يغتصبهاش الحمق، ضربات صبعها بالزيزوار، ضربت صبعي بالزيزوار ووريتهم الدم في واحد الزيت بيض، قلت لهم ها هو ولدكم راه زعما دار ليا، هو راه ما قرب ليا من حتى شي حاجه. ودرت ليه فيديوهات باللي كينعس غير مع راسو، كيدير الما غير في السروال ديالو، كيدير الما تحتو كاع، كيدير الما غير راسو كينعس يعني مع راسو. انا ما شفت داك المنظر، درت ليه فيديوهات وصورته عريان كينعس كيحيد حويجو، ملي كيحيد السروال ديالو يقلب في الما ديالو كيبقى يشم في السروال ديالو. انا درت ليه فيديو كنقول ليه حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وصيفطته للسمساره وصيفطته لكاع الناس اللي كنعرف، صيفطته للوالديه في المغرب، قلت لي ما دار مسطي هضره مسطي. ملي قلت لي مدوني عند السمساره داوني عندها، شبعت فيا معيور من الحزام ولتحت، بقات كتعاير فيا تعاير فيا، قالت لي انت ما جيتيش على اساس با تجوجي، قلت لها ياك، قالت لي هذه اللي عيطنا لها دابا، قالت لي سيري صبري فك ما تصبري صبري معاك، قلت لها واش انا نصبر مع واحد حمق شي نهار صبح قاجني راه كيدير شي حركات، قلت لها كيشوفي الدليل ما تيقتيني. مني وريت هذاك الشيء قالت لي سيري صبري تيقطعوا لك البي وردوك المغرب، ورجعت مع الناس، رجعت مع الحمق للدار، رجعتي عاود مع الحمق للدار، رجعت مع الحمق للدار. هادشي كامل 10 ايام، هادشي كامل في 10 ايام. مني رجعت مع الحمق للدار قلت للبا، قلت لي شوف عندي الترجمه في التليفون جوجل، كنكتب للبا قلت ليه من انا ديك الساعه حسيت غنمشي بحالي، قلت ليه شحال عطيت للسمساره ديال الفلوس؟ هو يكتب لي في الترجمه راه مصوره كل شيء عندي، كتب لي 50000 ليره، جوج بالمليون ونص باش تباع، كتب لي انا شديتها وصورتها باش تبقى عندي. مستعده تقولي هذا الشيء للناس تعاونك رجال؟ اي معلومه انا مستعده نتابعها، حيت ضحكت عليا. التجار في البشر انا التجار في البشر، راه الواحد يتاجر في الحشيش وما يتاجرش في البشر. مستعده تواجه هذه العصابه؟ اي مستعده نواجه. سلامتك الصحيه كنحملها الدوله التركيه امام العالم، سلامتكم الصحيه كنحملها الدوله المغربيه امام العالم، لان كل شيء قال لي حميد هادو راه عصابات مسلحه. سلامتي الصحيه تنحملها الدبلوماسيه المغربيه، لان جينا كقناه كسلطه رابعه كقناه مرآة الواقع، ما بقانا نخدم حتى لينو نبقاو ساكتين، حتى لينو نبقاو ساكتين ان عيالات مجوجات اتصلوا بيا. انا شكون هنا؟ انت ديال التليفون. عيالات مجوجات مساكن قال لك اخويا حميد راه تنحشمو ونخرجو للزنقه، راه تيصحابو كلنا تشرينا، راه حنا تزوجنا بعزنا، راه حنا تزوجنا باش اننا نجمعو الشمل دولادنا، ولكن للاسف الشديد العصابه مازال مستمره في البيع والشراء ديال الاعراض ديال بناتنا. قالوا لك راه موظف كبير، انا قالوا لي خدام في البلديه، ومني جيت ما لقيتش ما خدام ما والو. ملي سولت مو با واحد مرت عمو قالت لي راه خدام في البلديه وراه دابا شاد كونجي ديال العرس، وانا ما شفت العرس لا والو، ما داروا لي لا عرس لا والو، غير لبسوني كسوه البيضاء وجابوني عنده. ومني رجعت للدار مع الحمق قلت لهم بغيت نمشي بحالاتي ولا غنعيط لكم البوليس، بغيت نمشي بحالي ولا نعيط لكم؟ ويقول لي با لا ما بغيناش البوليس، الناس خافوا قال ما بغيناش البوليس، قلت دابا بغيت نرجع بحالي عند امي، قطعوا لي البي خلوني ارجع. بقيت كنقول لهم البوليس البوليس، وهي مني رجعوني عند الحمق للدار حيدوا لي الذهب، قالت لهم وقيلا السمساره حيدوا لي الذهب وحيدوا لي كاع الحوايج اللي شراو لي، حوايج اللي شراو لي في الدار داك التخربيق، حيدوا لي الحوايج وحيدوا لي الذهب، ولاو كيسورتوا عليا الباب ديال الدار وكيسورتوا عليا الباركو. الو السلام عليكم. الو اختي بخير؟ كلشي بخير؟ شكون اللي معايا؟ شكون اللي معايا؟ انا ما عقلتش شكون معايا. اختي شكرا، لا الله يحفظك الله يوفقك.
كل مشاكل. نعم تفضلي يا اختي باش انا مني رجعت للدار الحمق حيدوا لي قلت لك الحوايج والداب وقالوا لي صافي عندك هنا غير 4 ايام وتمشي بحالك. قلت لهم صافي واخا. مني كملت ديك 4 ايام قطعوا لي لاكارت وقطعوا لي الويفي، ما بقيتش كنهضر مع حتى واحد يقولوا هادي لا تهرب من المطار ولا شي حاجه وتعلم شي حد. انا عيطت للسمساره اللي كاينه في المغرب حيت هما جوج سمسارات، وحده هنا في تركيا وحده في المغرب. هذيك ساعدتني على هذه اللي كاينه في تركيا، قالت لي غنصيفط لك الناس النمره ديال واحد الجمعيه هما اللي غيوقفوا معاك ويصيفطوا لك البوليس وسري عندهم من المطار بلا ما تدفعي الباكاج ديالك للمغرب، جي عند الناس. هذيك وقفت معايا في المغرب، بس هذه اللي كاينه هنايا في تركيا ما وقفتش معايا، شبعت فيا معيور. هذه اللي عيطنا لها وطفات التليفون، كتشجر هي وراجلها وشيخها. شيخه كلهم هادو عصابه، كلهم هما عصابه شي في المغرب. قلت لها شديتي عليا الفلوس؟ قالت لي انا ما شادت حتى فلوس، ما شاداش انا الفلوس. قلت لها الا ما شديتيش حتى شد راجلك، كتسمى هادشي كتبيعو وتشريو في البنات هادي. قلت لها لا جاو دقوا عليا البوليس للدار ولقاوني هنا غيقولوا هادي الدعاره. قالت لي الدعاره هي اللي كاينه في المغرب، هادي ماشي دعاره. مالي قالت لي كنبيع تخرجها قانونيه هي هادي اللي عيطنا لها دابا، هادي اللي عيطنا لها دابا. قالت لي الدعاره هي اللي كاينه في المغرب ماشي هنايا. دابا كي داير المعيشه ديالك؟ كيفاش درتي هربتي؟ لا ما عرفتش، قطع عليا بو قلبي وصيفطني للمغرب على اساس نهار الجمعه، الجمعه اللي فاتت السيمانه اللي فاتت. مني السيده في المغرب عاونتني السمساره في المغرب، قالت لي نعطيك واحد النمره ديال واحد الجمعيه، وجيت عندهم هنايا. جيت هو با بغى يدفع لي الباكاج المغرب، انا مشيت مني بغيت ندفع الباسبور، قلت لهم ما بغيتش نمشي للمغرب، بغيت ندفع الباكاج لاسطنبول. ونزلت لاسطنبول واتصلت بهاد الجمعيه هما اللي جاو. دابا انا جالسه عند الناس هما اللي ساعدوني، ما بغيتش نرجع للمغرب لانني بابا عندي واعر شويه قبيح، واخا هو ما خدامش، هو غير طالب معاشو في درب عمر غير حمام، مره يجيب الله مره ما يجيبش، امي ربات بيت. ومني جيت انا كلشي العائله عرفوني تزوجت، وعرفني حتى بابا تزوجت. النهار ملي بغيت نجي لتركيا قلت لي انا غادا على اساس خدمه، حتى درت 3 ايام في تركيا هنايا، ويقول لي ماما شوف ما تطمعش في بنتك، كانت هزه انا هنا في المغرب راه مشات ليه ما تخدمش، مشات تزوج وهزت على ماما جنويه. هز على ماما جنويه ويقول لها علاش خبيتي عليا مشات تزوج؟ دوك راه ولادي وانا مكبرهم وضارب عليهم الحبس. قال لها علاش ما قلتش شي نهار الاول غتمشي تزوج؟ ما بغانيش بابا نتزوج. دابا عارفين ان العائله تزوجت وبابا ما يقدرش، وانا ملي طرا لي هذا المشكل مع هذا الحمق فاريت المشكل ديالي في 10 ايام. واش رجع للمغرب نقول لهم انا يا راني طلقت في 10 ايام؟ ما يمكنش، يضحكوا عليا العائله. مازال بحنتي، مازال بحنتي في يدي وفي رجلي، ما نقدرش نرجع انا للمغرب. جيت عند الناس هما اللي ساعدوني. اخر كلمه اختي شنو بغيتي تقولي لاي مسؤول؟ انت قلتي بان مستعده الى استدعتك السفاره المغربيه وكنتمناو يستدعوا، لان كنشوفوا الاف المتتبعين وتعاطفوا معكم خوتكم المغاربه، تنتمنوا ان يتحل تحقيق اخر متتبع ونوقفوا هذا النزيف. وكما قالت لي هذه الاخت قالت لك عافاك يا حميد عرفتي اش كيقولوا لنا حيت تقربوا للمطار شنو ديروا في يديكم؟ الصباعيات يعطيو الحنا حتى تفوتوا البوليس. انا ملي بغيت نجي هنايا لتركيا قلت للسمساره انا اول مره غندخل المطار ونطلع للطياره، كيفاش غادي نقول لهم الا سولوني في المطار؟ قالت لي الا سولوك ما تقوليش ليهم الزواج، قولي لهم جاي عند خالتي والده. هاد السمساره اللي دوينا معاها وقعت علينا هاد السمساره، قالت لي ما تقولي الزواج، قول حيت هي عارفه القانون بنت الحرام وكتكذب على الدريات تقول لهم راها كاين هنايا العقد، راه ما كاينش العقد. تيديروا الصباعيات ليكم باش ما تبانش الحناح حتى كيقول لك اجي في القرض الزواج. هادشي اللي كاين. واو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. نعم سلام اختي، لاباس لالا كلشي بخير؟ لاباس ربي يخليك اخويا لالا يخليك. لالا ربما راه في المباشر غتقولي لي الصفه ديالك وعلاش عيطتي بالضبط، شنو هي الرساله اللي بغيتي تقولي؟ وراه عندك وليداتك سمعتهم تيهضروا حداك، راه الا ما درناش يد راه حتى ولادنا مشاو اختي الله يرحمها، هذه هي الحقيقه. انا والله خويا غادي نقول لكم حيتاش انا دزت بواحد التجربه تما نيت وداز عليا، والحمد لله ونشكر انني رجعت للمغرب بسلام. نعم كنت عايشه واحد العيشه ما نقولكش، يعني ديك السيره اللي داتني كانت عيشتني في واحد الاحلام انني غادي نمشي وغادي نلقى واحد الوضعيه واحد هذا، من انني مشيت لتما لقيت واحد الوضعيه ما نقولكش كي دايره، واحد الحاله ما نقولكش، يعني تقول احنا ما لاقين ما ناكل في المغرب.
يعني بنادم ما لاقي ما ياكل في المغرب باش انه مشى لذاك البلاصه. جبت بصح العصابه انت المحامي اللي بان جابتي لك ولا عصابه اخرى؟ نفس العصابه جابت هاد الجوج ولا عصابه اخرى جابتك انت؟ لا انا واحده اخرى، واحد السيد اخرى. عصابه اخرى. نعم تفضلي. وفاش وصلت لتما يعني واحد البلاصه منين الحدود ديال سوريا، يعني كنسمع داك كنسمع القرقاس كنسمع يعني واحد الحاله ما نقولكش، يعني ما كتلقاش الحانوت ما كتلقاش حداك لا ماكله لا شراب لا حتى شي حاجه، كتجلس بالجوع نهار كامل. نعم لا حوايج الموت ديال البرد ما شرى لي لا حوايج لا حتى شي حاجه. نعم وكي درتي انت وشحال صافي. تخلصات فيك هذا السمساره؟ بشحال تخلصات فيك اللي سمعتي في اللقاء؟ شحال هو جبعت؟ قال لك عطاها 3 المليون. انت بعت 3 المليون؟ وهي كتقول لك والله ما شديت شي ريال غير اجر في سبيل الله. 3 المليون انت باش بعت؟ شنو الرسالة اختي بغيت تقولي من بعد ما هربتي من الجحيم وانت صدقتي في المغرب ودابا الغريب في الامر ان أنا البنات اللي حملوا مساكن هنا القانون ما تيخليهمش يديو وليداتهم وراه حاصلات هنا بزاف. انا تنقول اي وحدة وحدة كانت تجيها شي وحدة من تركيا تقول لها بغيت تزوج راهم غير كيتفلاو عليكم، راهم غير كيبغيو يديكم يتسمسرو فيكم، راه ما كاين لا زواج ديال المعقول لا والو، راه غير كيبغيو يتفلاو عليكم. اللي عندها شي دارهم تجلس دارهم تحمد الله وتشكرو حتى يحوها. شي حاجة أخرى راه ما كايناش. الحالات اللي شتي هنا ديال البيع واش مجموعة العصابات دابا العيالات المغربيات؟ أنا أصلا شتهم شحال من وحدين كانوا ساكنين تما حدايا جالسين بلا 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 كاغيط. أنا راني درت العقد، أنا درت العقد ولكن شي وحدين حدايا مساكن جالسين في داك واحد العروبية ما نقولكش بلا عقد بلا والو. محتاج زين ساكن تما على الجوع وفاش كتمشي وبالجوع وفاش كنقول لها سيري كتقول لك هذيك السمسره اللي جاتني كتقول لي باغي قلتي باقي دابا يحل الله. تنقول لها لا هضري على حقك هضري على حقك كتقول لك ودابا كتقول لي دابا واخا مساكن. كاين شي وحدين كيكونوا اجي وتيبغيو مساكن يستروا راسهم وكيبغيو يتزوجوا ساعة المساكن اللي كيجيو لتركيا يعني ما كاينش الزواج المعقول غير كيتفلاو عليهم. نعم ماشي انت هي مولات البانيو؟ انا هي مولات البانيو المخيط. صدق او لا تصدق حكايتك مع الراجل والبانيو؟ صدق او لا تصدق اول مره غنشوف انا البانيو ديال البلاستيك كيتخيط وكيتعجن فيه الخبز. صدق او لا تصدق بانيو عطاها كتعجن فيهم اللي تهرس لها البانيو قال لها خيطي خيطات شوف على داك النار مع البانيو. اش غادي نقول لك وحق انا بدا فاش انا فاش 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 هاد المناظر هاد راه كنقول لك راه واحد الحاله راني كنت زعما لا اله الا الله محمد رسول الله. دابا فاليو ديال 40 ريال تهرس قال لك خيطي. قال لك تخيطي تخيط ما يتلاحش سؤال وخيطي ما يتلاحش تخيط هكاك ما يتلاحش البانيو ما يمكنش يتلاح عندهم شي حاجه لا يتخيط وتعاود. انا بطاطا ما كنتش كنلقاها كنمشي نسعاها للجيران عمرني في رمضان ما فطرت باتاي حتى فطرت في رمضان باتاي والخبز. داكشي اللي قالوا لي اتاي والخبز حرفي باش كنتي كتفطري. اخر رساله شنو بغيت تقولي باش اننا نحاول نتجاوزوا هذا الرسالة ديالي انهم يحاربوا هاد السمسارات وان شي وحده اللي تسمعنا تركي انها كشي حاجه فيها راه ما كاين فيها حتى شي حاجه راه التفليه وما كاين والو كتباعي وكتشري بحال كيبيعوا في البشر. هو ماشي كلشي كاين عيالات مساكن لان باش ما نعمموش كاين امهات شريفات كاين امهات اللي راهم خدامين بعرق كتافهم ولكن هادو ما جاو ما تستغلوش من طرف السماسره. دابا المشكل هو السمسار اما كلشي اللي هاد راه ضحايا ضحايا. انتي اش من جهه فين كنتي اش من جهه فين كنتي؟ انا كنت في ماردين واحد البلاصه ماشي في ماردين بالضبط في المدينه كنت في واحد البلاصه كيقولوا لا يجي لي فينا واحد دباز الزلزال هي ما لا ضرب في ماردين هما تما ما وصلهمش. عرفتي البنات مساكن اللي ماتوا عرفتي الحاله فين وصلات عرفتي البنات ماتوا مساكن انا داك الشيء انا تاسفت على داك الشيء زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وشكرا لالا وتحية لك لالا. شكرا ماشي مشكلة شكرا.
إذا أخي المتتبع الكريم، هذه هي الصراحة وهذه هي الحقيقة. عصابة كتبيع وكتشري بناتنا. ما كان عموش، تحية للشريفات العفيفات، تحية للمجموعة ديال الأمهات اللي عرات على بعر كتافها وجات بطرق قانونية. ولكن الغريب في الأمر أخي المتتبع، شكون؟ شي واحد صلى؟ ألو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. معك هدى الكناني. سلام على النبي، خير شحال هذا؟ كذلك طبعا نائبة رئيسة دار جمعية المغرب في تركيا. أنت فاعلة فاعلة جمعوية. جمعوية. صح، فاعلة جمعوية. شرفنا الشرف بأن نسمعنا فاعلة جمعوية. ما رأيكم كمجتمع مدني فيما يحدث في التجار ديال الأعراض ديال بناتنا؟ واش غادي نقول لك السي قوي، انا راه بعدا 18 عام وانا ساكنه في تركيا، يعني من البدايه ديال النفوق ديال السمسارات انا كنعيش هذا الموضوع، يعني هذا راه ماشي موضوع حديث ساعه ولا شي حاجه. غير ان الواحد باش يفجروا هنا قالوا لي واعره راه تيهدوا حتى بالاسلحه الناريه الى اخره. طبعا اكيد انا حضرت يمكن على جثث، على جثامين ديال نساء مغربيات اللي كان على يدي مشاو للمغرب وعلى يدي تغسلوا وعلى يدي اللي كانوا قاتلينهم رجالهم بسبب السمسارات. يعني حتى ما كاينش غير انهم كرخصين في العروبيه او لانهم ما كياكلوش ولا انهم ما كيشربوش، راه كتوصل لدرجه القتل. واو، وهذا راه اخطر بكثير من انها تكون ان نشوف اليوم بنات بنات بلادنا كيتقتلوا ويرجعوا في الصندوق. راه كنظن هذه راه يمكن ما صافي ما عندنا ما نقولوا، ما بقاو ما يتقال في هذا الموضوع هذا. يعني الظاهره راه حنا كنحاربوها منذ سنين. يعني انا كفاعله جمعويه يمكن راه يمكن كان اكثر موضوع شاغل بالي وكثير هو هذا موضوع السمسارات، والحمد لله على بزاف ديال السمسارات راه تم القبض عليهم بالتنسيق مع السلطات التركيه اللي كنت كنشارك في هذه الحملات هكذا، ولكن راه الكثره يعني واحد العدد كبير كبير من السمسارات اللي ولا يعني لدرجه ان هذوك اللي كتجيبهم السمسارات كيولوا حتى هما السمسارات. يعني انا هنا بغيت ما بغيتش نعمم، لان تبارك الله كنشاركوا في بزاف ديال الايفنت كيكونوا هنايا، كيكونوا فيهم نساء تبارك الله كفاءات مغربيه كبيره، كاين طبيبات، كاين مغربيات حاصلات على الماجستير، يعني كاين تبارك الله تركيات مغاربه راه كيشرفوا البلاد. يعني ما خصناش نعمموا، ولكن مادام الموضوع هو ديال السمسارات راه خصو يتوضع له حد وحد وحد كبير، لان العدد ولا كثير، وخصوصا في موضوع الفيزا، لان هنايا كان غير قطع البيي واجي، قطع البيي واجي. اذا شنو البلاد كاينه استاذتي؟ انا هنا في اسطنبول. ونتمناو علاش ما نحاولوش اننا نجي احنا عوالين غدا اننا نمشيو لجهه الزلزال مره اخرى، ولكن هذا الزلزال ربما راه زلزل العواطف ديال كل مغربي عنده ضمير. لا شكرا، عندي انا حتى موضوع ثاني يجب الحديث عنه وهو اللي كان اللي خدامه فيه دابا بزاف، هو الموضوع ديال الهجره الغير الشرعيه. انا يمكن نقول لك يمكن في الشهر كناخذوا 3 4 ديال الجثامين ديال الدراري اللي كيموتوا متجمدين في البر. مره يعني اخرى عاود مره اخرى غادي اختي عافاك، نعم. غادي نحتفظ بالرقم ديالك لان عوال نمشي عندهم مساكن، قالوا لي بان عاوتاني نشوفوا موضوع اخر من بعد ما تغتصبوا بناتنا وتباعوا وتشراوا، تلقاو ولادنا عاوتاني ان السلطات اليونانيه كتحرش عليهم الكلاب تياكلوهم مع عباد الله. ماشي غير اليونانيه، عندك اليونانيه وعندك البلغاريه، وانا عندي كثير ديال الصور ديال جثامين مغاربه اللي انا مصيفطاهم للمغرب. انا كنمشي حتى للحدود، كننتقل حتى للحدود وكنبقى نحل الثلاجه بالثلاجه كنقلب فيها على ولاد بلادي اللي ميت واللي واكلوا الحيوانات واللي ما عندوش يد. قصه ديالي قصه طويله يمكن. تقبلي انا لا غدا الله يعطيك الستر نحاولوا نشوفوا ان شاء الله عافاك. انا بغيت نمشي عند خوتي، راه قالوا لي المغاربه مساكن عاود هنا. راه واحد عيط ليا قال لي ان الشرطه اليونانيه تعمدت بالسياره ديالها باش تهرش بالشوبيه وخلاوها مسكين. عندي صور موثقه، عندي صور موثقه ديال هاد الحالات عندي في تليفوني. ما رايك فين تنشوفوا دابا العنصر النسوي يعاني والذكري يعاني؟ اين الخلل؟ الخلل في المجتمع، خصنا نغيروا بعدا، خصنا نغيروا بعدا من المغرب، يبدا التغيير من المغرب، خصنا نغيروا المنظومه التعليميه. يعني هي مواضيع كثيره جدا، الخلل راه ما جاش، الخلل جاي من عندنا. يعني خصنا بزاف ديال التغييرات، نغيروا المعلومه المنظومه التعليميه، خصنا نغيروا الرؤيه ديال الشباب، نعطيوهم افاق، نعطيوهم بزاف ديال الحاجات. يعني الا جينا نطرقوا اليوم في هذا الموضوع راه خصنا يمكن اكثر من ساعه ديال اللايف.
اختي غادي نتصل بك مباشرة بعد نهاية هذا البرنامج. آخر رسالة، لو التقيت مع مسؤولي مغاربة ومسؤولين ديال هذه الدولة، شنو الرسالة اللي غتقولي لهم حول الواقع المر في البيع والشراء من طرف عصابات ديال مغربيات معروفات بوجوههم ومكشوفات وتعرفوا العناوين ديالهم، وهذا التماطل ديال لا الدولة المغربية ولا التركية؟ يعني لا، على الاقل حنايا اليوم واش زعما هادو عندهم نفوذ ولا كلشي تيخاف منهم ولا شو؟ لا ما عند ماشي لا 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 ماشي قضيه نفوذ، لان اليوم حنايا اليوم البنت المغربيه او السيده المغربيه اللي كتطلع هنايا لتركيا، وانا شخصيا كنبقى نطلب منهم انهم يديروا شكايات، وانهم ما كيداروش شكايات، يعني قليل جدا، واحد النسبه قليله جدا اللي كتقدر انها دير شكايات. اليوم اليوم السمسار اللي كانت عندها الشكايه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، كنقدروا يمكن غادي نحددوهم، تكون عقوبات صارمه ضد السمسارات، يعني عقوبات صارمه. خصنا ما خصناش، خصنا السلطات المغربيه اللي حتى في المطارات، في المطارات اليوم في المطارات خصنا نشوفوا السن، لان كاين فعلا سن صغار ديال البنات صغار كيجيو هنايا، خصنا الشكايات نعطيهم اهميه. ماشي اليوم تجي شي وحده، ماشي اليوم تجي وحده دير عندنا شكايه، اننا نهملوا ديك الشكايات ونخليو الملفات. ما تحرجيش، ما تحرجيش اختي، ما تحرجيش. مرحبا. لا ماشي انت، تفضلي تفضلي. يعني شكايات، يعني خصنا ديك الشكايات ماشي نخليهم في الارشيف ونخليوهم ترجع عليهم الغبره، وبنات بلادنا هنايا كيموتوا كيتكرفصوا كيتجوجوا في هذاك اليوم. فاش ندير انا شكايه، انا يعني نبحث وندير تحقيق وندير بحث عميق حول الموضوع. راه هذه راه هي تجاره في البشر كتسمى، راه كتسمى بحال جنايه قتل. اليوم فاش كنقتلوا بنات بلادي ونخليهم يجوا لهنايا لتركيا ويتكرفصوا التكرفصه كامله، عيب وعار. حنايا اليوم كمغاربه نشوفوا مغربيات بهذا الوضع اللي هما عايشين فيه. بلادنا بلاد الخير، بلادنا والله العظيم هي بلاد الخير. انا كنقول لهم 18 عام انا وهنايا، وكان ولادي شويه كيعرفوا يكتبوا بالعربيه، نرجع نعيش في بلادي، راه بلاد الخير وبلاد الطبيعه وبلاد الكرم وبلاد الجود، وانا نجي نتكرفص هنا؟ لا، خصنا نعيد النظر في كثير من المواضيع ونحلوا كثير من الملفات، وخصنا حنايا كجاليه وكفاعلين جمعويين حنايا نتحركوا شويه، حنايا شويه خصنا نتحركوا في هذا الموضوع هذا. شكرا سيدتي، واعاهدك فورا انتهاء هذا البرنامج ان نعيد لك في الكواليس ان شاء الله، والله يعطيك الستر، مدينا يد المساعده غدا ان شاء الله، باش اننا نمشيو ونشوفوا فين كاين ولادنا كي تيعيشوا، لان في اطار المعامله بالمثل، فكما تنعاملوا حنا البراني في بلادنا، لازم اي دوله تعامل ولادنا بحال كما تنعاملوا حتى حنا البراني. مرحبا 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 استاذ العقاوي، مرحبا. تحيه لك سيدتي. شكرا. تحيه. اتصالاتي. الو. الو، السلام عليكم. حميد العقاوي، كنشكرك لانك بغيتي تسمع صوتي لبزاف ديال البنات اللي كنتمنى ان يوصل الصوت ديالهم، كمغربيه بحال اختهم، واخا المغربيه متزوجه بالتركي، ما كنقولش ما تزوجوش في الاتراك، ولكن اول حاجه خصنا نعرفوها هي قانون بلادنا وقانون ديال تركيا وقانون دي اي بلاد انك انت باغي تمشي ليها. شنو هو اول حاجه القانون اللي كان عيان؟ هضر مع بزاف المغربيات كنشوفهم كيحطوا في الجروب فيسبوك انا غنتزوج بتركي او لا هذا، ولا غنمشي لتركيا وهذا، كنقول لهم راه المغرب مانع منعا كليا اي مغربيه انها تزوج برا ديال في تركيا او لا في مصر، بحكم ان هذا المشكل اللي وقع في هاد الدول بزاف. راه اي واحد غيكذب عليك يقول لك لا اجي عندي لتركيا وغادي نتزوجو، غنجيب الوراق وديرو فعل وترك وترك وترك، راه غندفعو في القنصليه وغنتزوجو. المغرب منع كليا انها اي مغربيه تزوج خارج البلاد، الا ما كانش عندك اولا تكون عندك اقامه في البلاد فين انت باغا تزوجي بها. انا كمغربيه يعني دزت من هاد الشيء، ماشي كنهضر عن فراغ وماشي شي قانون اللي قديم، انا كنهضر على اخر ما كاين في القانون. تلاقيت في القنصليه التركيه في المغرب في الرباط، تلاقيت مغربيات اللي فريمون كانوا غيتزوج، اللي زعما يعني رجالهم بغاوهم بصح يتزوجوا بهم، وضربوا تماره 3 شهور هما في تركيا حتى ما لقاوش الطريق عاد رجعوا للمغرب باش يتزوجوا في المغرب. نعم. الو. بغيت نقولهم بان المغرب منع كليا. اول حاجه راك كتمشي في المغرب كتدفع في المغرب وكتزوج في المغرب، راه ما كاينش غيكذب عليك. راه كاين اللي كتقول لك انا صاحبتي، لا انا صاحبتي راه عاد مشات وعاد زوجات، راه صاحبتك اللي عاد قالت لك عاد مشات وعاد زوجات، راه غتكون وصلت لتما وتقول بس، او كنعتذر على هذا المصطلح، راه تفلاو عليها، راه تفلاو عليها وما غاديش ترضى تقول لك راني جيت لهنا وما لقيتش هذا الشيء اللي قالوا لي. راه ما كاينش، راه تمشي
سقسيت المحكمة الأسرة ديال المدينة ديالك إلا بغيتي تزوجي بتركي أجنبي أي واحد، كتمشي تسقسي في المحكمة الأسرة ديالك. أول حاجة راه ما نهضروش أن المسؤولين، راه المغرب فغيمون داير ما عليه، راك ردت أنا من البوليس عرفتي، سقساو على الزوج ديالي، سقساو على بزاف الحاجات بحكم أنني تزوجت تركي، ولكن ما عشت في تركيا، أنا في يعني في أوروبا، ولكن طلبوا من أوراق من أوروبا، طلبوا من أوراق من تركيا، من الدولة فين عايش، من بزاف يعني ردنا بزاف المراحل، زنا من على البوليس، زنا من على المحكمة، وطلعوا هبط وطلعوا هبط باش عطاونا ديك الموافقة باش أن احنا تزوجنا في المغرب، وباش أن احنا مشينا للقنصلية التركية وخدينا عقد في تركيا كذلك في المغرب. راه يكذب عليك اللي يقول لك انا مسؤولين ما خدامينش، راه البنات اللي خصهم يتوعى، وراه خصنا الصوت ديالنا يوصل، راه ما كاينش زواج في تركيا، ما كاينش زواج في مصر او لا الشام، راه المغربيات راه خصهم يعرفوا القانون ديال تركيا، ما كاينش الرجال التركي انا متزوج وبغيت نتزوج الثانيه، راه ما كاينش زواج ثاني عندهم، راه ما كيعترفوش به نهائيا. راه كيفاش غادي تمشي عنده تركيا وغادي تزوجي به تما في تركيا وهو متزوج بمرأة واحدة أخرى؟ راه ما غاديش يعترفوا بك أنك انتيا، ولا يعني تقدي أنك تولدي معاه، راه كيتسمى هذاك الابن بالنسبة لهم هما يعني خارج الزواج، يعني ما غاديش يعترفوا به أنه ابن ذاك الراجل، والحقوق ديال ذاك الدري كتركي أو لذاك البنت أو لكتركي راه يقدر يكون عنده، ولكن انتي من غدا يقول لك خرجي سيري بحالك وغتصدقي انت ذاتي بشرفك، ولا انت باوراق ولا بتا شي حاجه، لانه هو متزوج، الزواج الثاني اللي كيتزوج بك راه غير زواج ديال الامام ديال المسجد غير معترف به في تركيا، هذاك زواج غير معترف به في تركيا، وخاص بنادم يسقسي، هذه اهم حاجه، وغادي ترجعي لبلادك وعنده الحق ما يخرجش ولده التركي من البلاد. راه ما كيتسماش انا راني هبطت للمغرب شحال وانا كنجري باش درت لولدي الجنسيه المغربيه في المغرب، بالرغم ان عنده جنسيه تركيه وعنده جنسيه بريطانيه، ودرت لولدي الجنسيه المغربيه وجراو هذا باش انا عندي الحق ندير ولدي المغرب في اي وقت بغيت، لان الا كان ولده تركي راه يمنعك من عند كليا انك تخرجي ولدك خارج الاراضي التركيه او لا بنته، يعني هذا خصكم تعرفوه بان تضيعي حتى في ولادك، راه ما عندكش الحق، راه كاين اللي كيكون مرات ما كتولدش كيجيبها وحده باقا صغيره غير باش تولدلو باش يديو لكم ولادكم، راه بزاف المغربيات اللي داولهم غير ولادهم. وحاجه واحده اخرى اللي معلومه اللي كنت بغيت انها توصل بزاف، راه اعرف ان المغربيات انهم تفلاو عليكم. الو تفضلي لا غير كملي، استمر المغربيات اللي تفلاو عليهم وصلوا انهم زواج ولقاوهم معاقين وبزاف الحاجه. أنا مؤخرا في الأخبار التركية، لأن هذه ما وصلتش الأخبار المغرب. استمر العصابة أنها لقاو فيهم بزاف، تقريبا 3000 بنت لقاو في ديك العصابة من بينهم مغربيات، محيدينهم الباسبورات ديالهم وكيخدموهم في الدعارة. انا شغال عيط عليك، انا تفضلي يا لاله كملي، استمر اسمحي لي مالو. لقاو بانهم سادينهم ومخدمينهم في الدعاره، راه مؤخرا تسدد 3000 بنت من بينهم مغربيات ومن بينهم بنات من دول اخرى، ما غاديش نسمي الدول اخرى، بينهم مغربيات انهم سادينهم حيدينهم الباسبورات ديالهم ومخدمينهم في الدعاره، وشدات ديك العصابه وراه كنديرها بوم في تركيا، واللي انا كنت عجب انها ما وصلتش المغرب، ما وصلتش لبلادنا، كانها حنا دوله لقاو فيها بنات في وسط العصابه، باش انهم يوعيوا البنات اللي في المغرب، راه ماشي باش كيما دابا لقيتي صحاب انك تمشي تلقى حماق ولا تلقى كيما وقع للسيده دابا اللي انها لقاتو حماق، هذا راه بزاف كتجي على هكاك، راه كتمشي وكتلقاهم عصابات، راه بنات مغربيات اللي ما بانهمش الاثار، بنات مغربيات اللي لقاوهم بلا مقتولة، بنات مغربيات وان راه بزاف اللي هكا تلقاهم، راهم شدوهم عصابه، راه كتمشي راك ما كتعرفش راسك فين ماشي، راه اكبر عصابه تجار في البشر كاينين تما، يعني هذه راه خصها التوعيه للبنات. شوف فيهم امهات
ما حاسينش بهاد البنيتات اللي تيبيعوا في الاعراض ديالهم؟ شنو رسالك، الرساله ديالك لهاد السمسارات اللي هما مغربيات وعارفين الوضع؟ رسالة الصراحة الرسالة ديال أن هاد السيدات السمسارات ما عندك، لأن هما ما خافوش من الله، غادي يتهاولوا أنهم الرسالة ديالي، أنا الرسالة ديالي كتهم البنات المغربيات، بنات خواتاتي. أنا كنقولكمش أترك كمين خايبين، ماشي تقولوا وهي تزوجات في التوكي وما بغات واحد وهي دارت وهي فعلت ما تشوفوش داكشي ديال الفيديو ما تشوفوش تركيا. أنا تركيا مشيت لها سياحة، راها تركيا راها والو، راه المغرب أحسن من تركيا، راه واحد ليرة تركي ساوي غير 10 سنتيم مغربي، راه خصهم يعرفوا هاد الشيء، راه خصهم التوعية. ماشي أما ممكن ما نلقاوش أن البنات ديالنا كلهم واعيين وعارفين شنو هي تركيا، وراه هادوك بعد السمسارات كاع ما غادي يلقاو ما يخدموا. دابا هما اللي كيستعملوا أنهم واقيين جاهز من بناتنا، هاد الشيء اللي أنا كيضرني في خاطري. أنا بغيت البنات اللي يفهموا، بغيت يشوفوا أن تركيا راه والو، تركيا راه غير سياحة. خدمي انت خدامه في الكابلاج 2500 درهم في الشهر، راه الا وفرتي غير داك الشهر راه كتمشي لاسطنبول شهر 2500 درهم، راه كدوزي فيها واحد جوج سيمانات في اسطنبول مخيره وترجعي بحالك، مساريه وترجعي بحالك. ما تثقيش فيهم شنو كيقولوا لك، راه تركيا راه داك اللي كتشوفي حنا في المغرب، واحد عنده دار فيها بوحدو في جوج طبقات وجريده وهذا، راه كنسموها فيلا كيكون لاباس عليهم. هما لا، هما راه هادوك دار راه كتكون عندهم ديال الفقراء، كتكون عندهم دار هكا، راه ما شكرا اختي يتفقش. عزيزة، شكرا اختي، رسالة واضحة وبرافو عليك، أنا وضحتي الأمور بواحد الطريقة اللي حتى أنا ما عرفتش شحال من حاجة، وعطيتي رسالة لخواتاتنا. وربما أنت أش من مدينة، فين أش من دولة، فين كاينة الدولة؟ أنت هنا في تركيا ولا في أنا كاينة في إنجلترا، أنا كاينة في إنجلترا ولكن مزوجة بمغربي، أنا كاينة في بريطانيا ولكن مزوجة بتركي، العفو مزوجة بتركي، ومشيت لتركيا سياحة وشفت، ومن غير داكشي أنني شفت بزاف ديال البنات الجروبات فيسبوك مغربيات اللي كيعاودوا على المشاكل ديالهم، وبزاف ديال النصائح الخاوية اللي كنشوفوا. وشحال من وحدة دازت معاها في الكومنتات أنها كتقول لك لا أنا صح تزنت أنت هادشي ما عرفتش، كنقول لها أنا راني حضرت في القنصلية وأنا راني عاد تزوجت، أنا يعني ماشي بزاف، يعني أنا 3 سنين هادي باش تزوجت، يعني راني القانون آخر ما كاين في القوانين شنو كاين، وكيبقى يعني هاد كتعيا انك تبين، ولكن ما تقدرش انني نلقى بزاف المغربيات بزاف البنات اللي غيسمعوني. ما لقيتش احسن من هذه الفرصه معك سي حميد العقاوي، كنشكرك بعدا على هذه الفرصه اللي عطيتيني غير يسمعوا ويعرفوا. راه ماشي ان نحاربوا السمسارات، راه خصنا نحاربوا الجهل، راه خصنا نحاربوا شنو كيوصل الفكره ديال البنات على تركيا، على الافلام. راه اصلا تركيا راه انا عندي الزوج ديالي كيقول لي راه، لان انا بحكم انا ما عشتش في تركيا، يعني كنمشي تركيا سياحه ونرجع، كيقول لي راه شريك الافلام راه لا علاقه بالاتراك الحقيقيين، ديك الافلام اللي كتشوف فيه راه ماشي هما الحقيقه ديال الاتراك. شكرا اختي، اختي العزيزه شكرا وبرافو عليك، عطيتي رساله واضحه رعاك الله، وتحية لك لالا. آخر رسالة لك الله يخليك، بغيت من بعد ما غادي تشوفوا المشكل ديال الأتراك، كنتمنى تشوفوا المشكل اللي وقع البنات في مصر كذلك، لأن نفس المشكل وقع البنات في مصر. إذا يجب على الدولة المغربية أن تدخل بصرامة وتحمي بناتنا، هذه الحقيقة والله العظيم. هذا أخبار مؤسفة وشكرا لالا. نشوفوا اتصال هاتفي ورجعوا الاخوان، غادي نحاولوا نديروا برنامج اخر وغادي نعطيو رقم هاتفي وغادي ندير معكم حوار مطول وغادي نحاولوا نصنتوا لكم نشوفوا. الو السلام عليكم. الو. لا 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 بس بخير الحمد لله، كي داير مع الصحه لاباس عليك؟ الله يحفظك اختي بارك الله فيك. مرحبا بك عندنا هنايا. ايوا يا لالا، ولكن للاسف الشديد والله العظيم والله يصاوب الله يصاوب الله يصاوب والله يرحم لي مات فهاد الزنزال. كتشوفي مغربيات مساكن دابا والله العلي العظيم اللي في الزنزال ماتوا رجالهم وخلاو الدراري، دابا ما تقدرش تمشي مسكينه لان الوراق ما عندش وليداتها، وتتشوفي الام المغربيه ما كتسخاش بوليداتها وما تقدرش تمشي بالضياطه مساكنها وما دوزو تماره. الله عطى هاد الزنزال، ها هو مساكن تحرموا في رجالهم وها هو خلا الدراري، ولكن للاسف الشديد ما يمكنش تدخل الدراري. الله يصوب الله يصوب الله يصوب الله يكون معاهم. والخطأ، شوف أن نرجع نقول لك، الخطأ الأول والأخير ديالنا حنا،
نعم حنا المغربيات اللي كاينين هنا، نعم فهمتي؟ يعني حنا ما مسجلينش اولا في السفاره، من ناحيه، من ناحيه اخرى حنا ما تنتجمعوش مع بعضياتنا، او ما تنديروش واحد، ما كاينش واحد انسيت ولا شي حاجه اللي نجمعوا، اللي شي وحده واقع لها شي مشكل تهضر وحده اخرى تعاونها. حيت دابا تركيا مساحتها كبيره واسعه، فهمتي؟ والمغربيات مفرقين، يعني ما مجمعينش غير في بلاصه واحده، راه هذا هو المشكل اللي كاين. اما يعني واحد القضيه عاوتاني، يعني غير الانسان ما يعممش نوعا ما. انا الحمد لله طايحه على واحد الزوج الله يعمر ليه الدار، هي لا نعمم ونؤكدها منذ بداية خبرنا. صراحة الزواج مكتوب، احنا مكتب لينا باننا نتزوجوا ونجيو نعيشوا في هذه البلاد. صراحه الايامات الاولى، وقسما بالله العلي العظيم، الايامات الاولى ديال الزواج ديالي، وفاش جيت لهنا تدات حدا المقبره، قلت شوف سبحان الله 40 عام وانا ساكنه في المغرب، شوف مكتب لي غنتدفن يعني شوف الفكره كي جاتني بدماغي، يعني هذه الفكره، يعني كل حاجه كل حاجه بالمكتب. وحاجه اخرى، يعني بالنسبه للاخت اللي كانت تدوي دابا، يعني الاجراءات في المغرب، انا تزوجت في المغرب، اجراءات طويله، وتسير عند البوليس، تسير عند المحكمه. علاش دارتها؟ المغرب دارتها باش تحمينا حنا، بلادنا دايرها باش تحمي بنات بلادها، تيديروا الريشيرش، تيشوفوا هو واش غوشيرشي، تيجيب معاه ورقه من هنايا، من تركيا، من المغرب، بانه ما دارش الحبس، الدخل ديالو اوتوماتيك مو خاصو يهبطو معاه باش يشوف واش هاد السيد كف باش يتزوج بهاد بنتنا بهاد المعنى. اختي العزيزه، اعاهدكم انني غادي نخصص رقم غدا ان شاء الله على الساعه 9 او العاشرة، وغادي نخصصوا رقم وغادي نديروا رقم مفتوح لنا على الجاليه المغربيه لان تتواصل معنا. قناه شوف تي في مراه للواقع، قناه شوف تي في. اليوم جينا اننا باش نشوفوا الزلزال، ولكن لقينا زلزال اخر، زلزال عواطف ومشاعر، مجموعه ديال البنات من الفلذات الاكباد ديالنا. اخر رساله بنتي، اخر رساله بنتي. انا بغيت متابعه السيده السمساره هذه. نعم. حقاش انا مني وقع لي هذا الواقع عند السيد، داك مني لقيت السيد حمق وقلت لهم ديوني عند السمساره، مني داوني عندها وريت الدليل، زعما تصاور وفيديوهات، قلت لها انتي شوفي كيفاش كيدير، من نهار جبتيني عنده راه ما قرب ليا ما والو، انا كنحاول نتقرب منه وكيتبعني. دابا قلت لها كنطلب منك غير تمشي معايا، نجمع غير الشنطه ديالي وجيبيني عندك للدار حتى يقطعوا ليا البي وصيفطني بحالاتي. قالت لي سكتي ولا غنخشي لك راسك في الشرجون، بركت كتعير بيا وتعير بوالديا. صافي خلتني رجعت مع الحماق للدار، بركت عندهم سيمانه وما يقطع ليا بوالدي. جابني المطار، مني جابني المطار ما مشيتش للمغرب، جيت هنا لاسطنبول، ولقيت هاد الناس هما اللي ساعدوني، الله يرحم الوالدين ويرحمهم. شكرا معايا. شكرا لجنود الخفاء، شكرا لواحد السيده اللي ارفعوا لها القبعه في وجه مخفي، ساعدت الطاقم الصحفي بكل صراحه، تنكل لها كامل الاحترام والف تقدير، وكتعتبر وحده منا، وهي الغنى ان دارت الخير حتى انتم في اليوم، فكتكونوا بنات الناس. الله يجازيها بخير. وكاين مجموعه اللي راهم خدامين على التعلم، وتا هي كتقول العين البصيره واليد القاصره، كتقول مسكينه بان شافت حتى هي الظلم، وشافت الشيء اللي خلاها انها باش تجي، وتقول خويا حميد عافاك، حنا نديرو يد في يد معاكم، بغينا حتى حنا باش نعيشو كجاليه بكل الشرف ديالنا، نعيشو حتى حنا هاد ديال راسنا. علاش حنا ديما تنعتبرو راسنا شي مره باننا ارخص شعب في العالم، حين ان حاشا باش اننا نكونو ارخص شعب في العالم. الحمد لله صاحب الجلاله نجح الدبلوماسيه العالميه، وقربنا راسنا كدوله عظمى، وخاصة مع آخر أحداث، بعد أحداث القلقلات والحدث العالمي ديال الأسود ديالنا، فكنشوفوا نحن نحتفل بالأسود في نفس الأسبوع، وحنا كنحتفلوا بسير كراكي وراس بافوكا والأسود، كنلقاو اللابوآت في اغتصابنا هنا في نفس الفترة الذي كنا نحن فيه في قطر، بوجه عالي استغلت الآب بشرية، استغلت بناتنا. فكان معكم اخوكم حميد العقاوي، شوفوا استاذه اخر كلمه. شكرا لك عزيزه، شكرا، تحيه ليك، شكرا. ومازال غنتواصل استاذتي كطالبه، وكاين ارتباك كطالبه جامعيه موجوده، حتى انت وضحتي في هذا العصابه اللي كنتمنى من الدوله المغربيه ان تدخل.
تاخذ بصرامه وتوقف هذا النزيف؟ شنو غتقولي لو التقيتي بنت تقول شنو غتقولي؟ نعم، اول حاجه باسمي كنشكرك جزيل الشكر استاذ العقاوي على المساعده ديالك، انك لبيتي النداء ديالنا وحاولتي انك توصل الصوت ديالنا للمغرب والعالم، بان هنا فعلا كاين بنات عايشين في القهرة وتعرضوا للظلم النصب والاحتيال. اي حاجه تطلق على بال كل ما هو سيء راه البنات هنا تعرضوا ليه، وانا لا اعمم بطبيعه الحال. وكنوجه رساله لاولياء الامور، ما تثقوش ما تثقوش ما تثقوش وما تصيفطوش ولادكم لايا كان، واللي بغى يتزوج راه غادي يهبط عندك حتى عندك وغادي تجيب العز ديالك وبالشان. وكنوجه رساله للسلطات يساعدوني ويوقفوا معايا، لانني الموضوع ديالي لا الانسى، واخا يتطلب الامر نعيش حياتي كامله، انا ما غاديش، انا هاد السيده اللي دمرتني غادي نتبعها طول حياتي، وهي راه تسمع راه ما غاديش نفلتك، وانا وراك وراك والزمن طويل، وراك وراك والزمن طويل. انتظرونا غدا ان شاء الله في برنامج اخر حول فضائح اسطنبول والدوله التركيه وكيف تم استغلال البلدات الاكباد ديالنا. اذا اخواني اخر كلمه من اخر مداخله وسنودعكم. السلام عليكم. اذا تقطع البث. شكرا لكم على المشاركه ديالكم، وربما غادي ننتهي هذه اللقطه مادام ان الو 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 السلام عليكم سيدي، كيف هاد لاباس عليك؟ سلام، لاباس اختي، بارك الله فيك. بارك الله فيك، ربي يخليك اخويا. اخر كلمه غادي نختم بالاتصال الهاتفي معك، شنو بغيتي تقولي اختي العزيزه؟ بغيت نقول لك اخويا شكرا لك بزاف اللي جيتي وجيتي لهاد تركيا وجيتي البلاصه في كاينه الثلج وتعذبتوا. المهم انا كنشكرك بزاف وتحياتي ليكم من بربر هذا. المغاربة اللي مزيانين والله العظيم، لأول مرة كنحس الناس صحافة فعلا جديين وكيخدموا خدمتهم. ما خليتوا أنقرة، ما خليتوا المدينة كامل، درتوا عليها تركيا كاملة. وكنعرف أنا تركيا صعيبة بزاف وبعيدة، وكيف وجيتوا في هذا البرد. تشكركم بزاف والله العظيم. ألو، ما هادو هما المغاربة، هذا هو الصحافه، هذه هي الخدمه اللي كتخدموها. ما شاء الله عليكم والله الا شكرا لكم من هذا المنبر. تحياتي لكم من انطاليا المغرب، شكرا لكم. شكرا اختي العزيزه. شكرا اختي العزيزه، حتى انت احترام متبادل. قناه شوف تي في غتبقى دائما قناه ولاد الشعب، قناه الطبقه المقهوره، صوت لمن لا صوت له ومراه للواقع. شكرا سيدتي، اعانك الله وحفظك. شكرا ليك وكنشكرك بزاف والله العظيم. لا انا كنت ما كنعرفش شو التيفي مزيان، وهنايا فاش وقع هذا الحادث عاد عرفت شو التيفي كيف دايره. وهادي بالعكس والله العظيم، لا شو التيفي ما شاء الله عليها كدور في الحال في العالم كامل، وسيرتو لتركيا وصعيبه تركيا ترونسبورت والبرد والثلج، وجيتوا لهنا وقلبتوا على مغاربه وكتعيط لي ديما كتقول لي ناديه واش كاين شي بلاصه كاين شي واحد في كاين ساعدينا عطينا الارقام تعيطوا بتليفوناتكم وتديروا. ما شاء الله عليكم وكنحييكم من هذا المنبر اخويا. كنشكركم الطاقم كامل، شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم، لانكم خديتوا الواجب وزياده وزياده وشكرا. شكرا سيدتي وتبارك الله عليك وتحيه لك وشكرا شهادتك بهذه الشهاده، فالف تحيه لكم اخواني. والله العظيم انا بغيت اخويا نجي عندك، وانا ما الظروف ديالي ما كتحكمش لان مريضه و الله معك على الله بعاد، وانت انت عارف. وانا بغيت نحييك وانا مباشره مع الاسف ما حصلش يا نصيب. نتمنى ننزل المغرب وغنجي نشكرك في المغرب. شكرا شكرا لله حتى انتم اخواتاتي، وتنفتخر بكم والله يهدي ما خلق، وتنتمناو نكونوا اعطينا رساله لبناتنا. وهذا دائما تنتمنى الحمايه ديال كل وحده تستقلات. اخي المتتبع الكريم، فتابعونا غدا ان شاء الله في برنامج اخر، ربما غادي يكون اقوى، غادي نخصوا رقم هاتفي واتصالات هاتفيه مع بناتنا مع الفلدات الكبد ديالنا اللي راهم محتجزات في مجموعه
اخي المتتبع ديال المناطق هنا من طرف عصابات فيها تركيين وفيها مغاربه، فما على الدوله التركيه والدوله المغربيه الا انهم يديروا يد في يد يحميوا الفلذات الاكباد ديالنا. اقول للعصابه بانني لن اتخلى ولن اتخلى، وساستمر ان شاء الله في فضحكم حتى يوقف هذا النزيف ونعيش كجاليه مغربيه كما بغانا عاهل البلاد الملك محمد السادس نصر الله اللي نجح في الدبلوماسيه والعلاقات مع مجموعه ديال الدول، فلا ثم لا لاستغلال فلذات الاكباد ديالنا. كان معكم اخوكم حميد العقاوي، وهذه المره من اسطنبول. شكرا خويا، هذا شكرا لك بزاف، وتحياتي لك خويا، شكرا تحياتي لك. نتمنى خويا هذه نتمنىها تسدها ليا، وتنشكرك بزاف والله العظيم، لا تنشكرك، وزعما راك انت صحفي ونعم الصحفيين ونعم الخدمه ونعم التضحيه اللي ضحيتوا من اجلنا، تنشكركم بزاف. انا من سمعت صوتك والله الا بكيت، لان الحمد لله باقي الخير قدام، وباقي الصحافه مغاربه، وباقي باقي الدوله العربيه المغربيه الحمد لله كنفتخروا براسنا، احنا مغاربه وحنا ما شاء الله علينا، انت جيتي وشفتي، الحمد لله والحمد لله والحمد لله، وشكرا. شكرا سيدتي، وداعا. غدا ان شاء الله تابعونا في برنامج اخر حول فضائح المافيا اللي فيها مجموعه ديال المغاربه اللي كيستغلوا الفلذات ديال الاكباد ديالنا. ايوا الله ونعم الوكيل.